الله الرحمن الرحيم، مساء الفل واهلا بيكم في حلقه جديده من الماتش. النهارده يوم الاثنين ولمده ساعتين هنتابع كل ما حدث ويحدث وسيحدث رياضيا سواء جوه مصر او بره مصر. اهلا بيكم ومنورينا كالعاده من بدايه الحلقه. النهارده مبدئيا هي ليله يوم عظيم جدا، ليله يوم 6 اكتوبر. كل سنه وحضراتكم طيبين. النصر العظيم المجيد اللي بنعيش طول عمرنا نفتخر بابطالنا ورجالنا ونحيي ذكرى شهدائنا اللي بيرجعوا الارض وبيحافظوا دايما على الارض على مدار التاريخ في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. كل سنة وحضراتكم طيبين ومصر كلها دايما بخير بإذن الله. النهاردة كمان كانت استمرار مباريات كأس مصر، اكتمل عقد الدور ربع النهائي من البطولة الأعرق في تاريخ الكرة المصرية في مباراة كانت جميلة جدا على مستوى الندية وعلى مستوى القوة وعلى مستوى المنافسة ما بين الفريقين طوال أحداث المواجهة اللي استمرت لمدة 122 دقيقة بواقع شوطين أصليين وشوطين إضافيين. والحقيقة أنه في مطالبات منطقية جدا بأنه في وقت أنت بتلعب كل 3 أيام ماتش فتغير لائحة المسابقات بتاعت الكاس عادي علشان ما يبقاش في وقت إضافي، العب ضربات ترجيح على طول. لكن الحقيقة أن الوقت الإضافي النهاردة رغم أن احنا بنطالب بإلغائه فيما تبقى من المسابقة جاب لنا جول من أحلى أهداف الموسم على مستوى قوة التصويبة وعلى مستوى كمان الإثارة اللي كانت في المباراة. الزمالك بيكسب سموحة بنتيجة 2-1 بعد ما سموحة تقدم بهدف رائع عن طريق المهاري صلاح محسن بعد تمريرة من زميله في الأهلي والمعاران سويا إلى سموحة بيلعبها بكرة كيرف على شمال حارس مرمى نادي الزمالك محمد أبو جبل. لكن بينجح الزمالك في التحويل من التأخر إلى الفوز بهدف بيسجله إمام عاشور اللي عندنا قصة مرتبطة بيه النهاردة بعد ما اتعملت له عرضية، هقول مين بعد شوية لأن ده لازم نتكلم عليه لوحده، ونجح في أنه يستقبل الكرة ويشوط تخبط فيه دفاعات فريق سموحة أعتقد أحمد جمال في صدره اللي حاول أنه يبعد إيديه لأنه من شوية ما بعدش إيديه فالكرة اتحسب ضربة جزاء قبلها على طول محمود علاء ضيعها وخبطت في صدره ودخلت في شباك الهاني سليمان. بعدها اللاعب اللي أنا ما قلتش اسمه من شوية اللي لازم نفرد له مساحة لوحده أحمد زيزو جناح أيمن نادي الزمالك أو سميه أي حاجة، جناح أيمن، ظهير أيمن، قلب ملعب، جناح أيسر، مهاجم أحيانا لو احتاجه الزمالك اللي بيلعب في كل المراكز بينجح في تسجيل هدف حلو جدا وهو أيمن بيلعبه بشماله بعد ما اخترق وضم وهدف شبيه بهدف قبل كده جابه في المقصة بيضم بعمق الملعب استغلالا لتراجع بدني واضح لفريق سموحة فبيطلق تصويبة صاروخية أي نعم مش هقول بعيدة عن الهاني سليمان لكنها من قوتها دي نقطة صعوبتها صاروخ بشماله بيسجل بيه الزمالك هدف الفوز النهاردة في المباراة فيتأهل الزمالك للدور ربع النهائي وبيواجه فريق اف سي مصر. بقى شكل خلاص الدور ربع النهائي مكتمل قدامنا، مين هيلاعب مين في التواريخ اللي هتعلنها لجنة المسابقات في الفترة المقبلة. لكن أحمد سيد زيزو اللي ممكن نقف عنده شوية ونتكلم عليه شوية، قد لا يكون الأمهر في الزمالك ولا الأحرف لكن هو اللاعب اللي عنده من كل حاجة حلوة حاجة نسبة وبالتالي هو اللاعب الأكثر اكتمالا في صفوف نادي الزمالك وبالتالي هو اللاعب الأكثر فعالية في صفوف نادي الزمالك. أحمد زيزو اللي بيلعب في كل المراكز بجد واجتهاد اللي بيديك طوال 90 دقيقة أو 45 دقيقة أو 120 دقيقة أي مكان المدة اللي هيلعبها في المباراة، اللاعب اللي كمان عنده قدرة دائمة على أنه يكون جد أنه ما يسرحش في المباريات وبالتالي صنع هدفا وبالتالي سجل هدفا وبالتالي خد الزمالك معاه إلى الدور ربع النهائي. وده بيفسر لك بوضوح أهمية اللاعب ده عند باتشيكو أو بيفسر لك بوضوح ليه الماتش اللي فات للزمالك أمام المصري باتشيكو نزل بعد المباراة مباشرة وساب كل اللي في الملعب وراح له بينما الكل بيتخانق ورا علشان خناقة لعيبة المصري والزمالك، ليه باتشيكو ساب الكل وراح حضنه رغم أنه كان مثلا وقتها في فرصة لعب بدل ما يباصي شاط أو العكس يعني كان مضيع فرصة. لا هو عارف كويس ان اللاعب ده قد ايه ممكن يخلص له ماتشات بجده وباجتهاده وبقدراته اللي من اللي على كل المستويات ممكن ياخد اللعيب في ظهره ممكن لو عايز يراوغ احيانا رغم ان هي مش موهبته الابرز يلعب راسيات احيانا لو اضطر عرضيات متميزه وهو ليس ظهيرا وكمان بيصوب باقتدار وبيسجل النهارده. زيزو يستحق حضن باتشيكو ويستحق اكيد حضن الزملكاويه النهارده، اللاعب اللي بيقدم موسما رائعا بل موسم ثاني رائع على التوالي من
ساعه ما انضم الى فريق نادي الزمالك. زيزو النهارده هو وفريقه بينتقلوا الى الدور المقبل نادي الزمالك، الى الدور ربع النهائي من بطوله كاس مصر. حصل الزمالك النهارده على ضربه جزاء، حصل عليها بعد كره ارتدت من دفاعات سموحه الى دفاعات سموحه، فالكره جت مش عايز اقول في ايد لان انا لغايه مش متاكد يعني جت في ايده ولا لا، لكن اتحسبت عادي مش ضربه جزاء، اتكملت المباراه. اول مع تاول توقف للمباراه الفار نادى للكابتن طارق مجدي قال له تعالى علشان تشوف الفيديو، والحقيقه انه كالعاده بلقطات الفار مش دايما بتبقى واضحه الكره في ايديه ولا مش في ايديه، فقعد يعيدها من زاويتين اتعادوا ليه، فهي احمد جمال وهو بيحاول ان يبعد ايديه الكره كانت يعني خبطت فيه، فالحكم راى ان هي ضربه جزاء فاحتسب ضربه جزاء سجلها او صوبها محمود علاء اللي بيهدر للماتش الثالث على التوالي ضربه جزاء. الزمالك بقاله قبل الماتش ده ثلاث ماتشات كان بيجيله ضربتين جزاء كل مباراه، سجل محمود علاء واحده ويضيع واحده، فالنهارده جات له واحده الزمالك فضيعها محمود علاء. مهم جدا ان يكون اللاعب المتخصص دايما عنده الثبات، مهم جدا ان اللاعب حتى لو اهدر فانت دايما عندك الثقه فيه، دي وجهه نظر او مدرسه. فالزمالك واثق في ان محمود علاء اللي ياما سجل ضربات جزاء حتى وان جت فتره بيضيع فيها ضربات جزاء اكمل اديله الفرصه يلعب يسجل حتى وان كان اهدر، فالنهارده اهدر وشعر باحباط شديد لانه ثلاث مرات ورا بعض كده معدل اهدار ركلات ترجيح عالي. اكيد طبعا هو بيكون في ترتيب لكن الترتيب رقم واحد في الزمالك على مستوى ركلات الترجيح على مستوى المنفذين يعني هو محمود علاء، اللي مباشرة رغم حسرات اللعيبة اللي حواليه راحوا طبطبوا عليه وقوموه بسرعة عشان يفوق علشان ما يتأثرش الفريق، ورجع بعد كده الزمالك إلى هدف تعادل إمام عاشور ثم هدف فوز أحمد سيد زيزو. محمود علاء في أفريقيا ضربة جزاء ممكن توصل الزمالك إلى المباراة النهائية، فركز وعادي كمل زي ما أنت أكيد على مستوى بقى الماتشات الأفريقية والثبات والتركيز بيكون مهم جدا، ما تركزش في اللي فات ركز في اللي جاي، دي نقطة مهمة جدا أكيد. في المباراة النهاردة الهدف اللي سجله نادي الزمالك وهنتكلم شوية عن التفاصيل على مستوى اللقاء، لكن الهدف اللي سجله الأول نادي الزمالك إمام عاشور هدف حلو استقبال حلو ويريح الكورة ويشوط تخبط في الدفاع وتتحول للشباك. إمام عاشور الناس مستنية قرارات لجنة الانضباط فيما يخص اللاعب، والنهاردة اجتمعت لجنة الانضباط وأصدرت عدة قرارات، بعد اجتماع استمر لبعض ساعات من خلال اللجنة اللي بتضم عددا كبيرا من القضاة والمستشارين، والحقيقة اتفقوا على عدة قرارات تخص مباراة الزمالك مع المصري وتخص مباراة الزمالك مع الجونة وتخص المهندس ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة. ليه بتكلم على إمام عاشور تحديدا؟ لأن الإمام عاشور لم يخرج القرار رسميا حتى الآن، لكن القرار سيخرج رسميا ربما خلال شوية أو بكرة بعد القرارات اللي خرجت النهاردة ولكنها لم تصدر رسميا لم تعلن حتى الآن. اتوقف لمدة مباراة وحيدة مع تغريمه 50,000 جنيه بداعي انه استفز لاعبي المصري وجمهورهم بعد المباراة بالإشارة لان انتوا هتنزلوا الدرجة الثانية بعد ما كان عمل مراوغة في نهاية المباراة وحصل على فاول، فبعد المباراة بحسب اللجنة وتقرير الحكام وتقرير المراقب استفز الجمهور فحصل على إيقاف لمدة مباراة. مش أول مرة يحصل ان يكون في قرار من لجنة الانضباط يطلع بعد المباراة اللي حصل فيها الأزمة بمباراة، يعني ممكن النهارده في ماتش حصلت فيه مشكله فبالتالي في عقوبه بنلعب الماتش اللي بعده من غير ما العقوبه تصدر والعقوبه بتصدر بعد الماتش اللي بعده، فالعقوبه بتنفذ على الماتش اللي بعده مش الماتش اللي بعد اللي حصلت فيه الازمه، مش اول مره يعني، لكن اراها مهمه جدا حتى وان كان تفسير ان اللجنه بتجتمع يوم الاثنين، مهم جدا السرعه في اتخاذ بعض القرارات علشان تكافؤ الفرص. فامام عاشور عقوبته بما انها مش عقوبه مسابقات مش مثلا انذارين او بطاقه حمراء او ثلاث انذارات يعني، فالعقوبه النهارده الانضباط لما تعلن مش هتكون رسميه طبعا لانه هتكون رسميه بكره او كمان شويه، فهتنفذ على المباراه المقبله اللي هي وادي دجله في الدوري المصري الممتاز يوم الخميس بحسب ما اتذكر. السرعه بتكون مهمه في حالات زي دي، ودي مش أول لقطة تحصل عادي حصلت خلال الموسم لكن بتكلم على ما هو قادم نتمنى أن يحدث. لكن ماذا عن باقي قرارات لجنة الانضباط النهاردة اللي بالمناسبة معانا بعض حيثياتها واللي هتطلع كمان شوية بشكل رسمي. فرجاني ساسي اللقطة الأبرز هي لقطة فرجاني ساسي والكارت الأحمر اللي خده بعد ما شد السماعة من الحكم وتلفظ بألفاظ خارجة ضده بحسب ما قال تقرير الحكم وتقرير مراقب المباراة.
فجاء القرار زي ما توقعنا بالامس بانه مش اقل من 3 ماتشات، وانه قد يكون ما بين 5 ل6 مباريات، ايقاف فرجاني ساسي 6 ماتشات. هيفقدوا الزمالك 6 مباريات محليه مقبله، اولها ماتش النهارده. فرجاني ما لعبش ماتش النهارده لانه اولا مسافر، ثانيا واخد كارت احمر، فكده ماتش من الـ6، فباقي 5 ماتشات تانيه هيغيب عنها فرجاني ساسي. للفريق اللي عنده ماتشات كاس لو عدى، وعنده ماتشين دوري، عنده كام ماتش دوري الزمالك؟ 2 ولا 3؟ عنده هفتكر دلوقتي 3 ماتشات تقريبا، 3 ماتشات الدوري، وبعد كده هيكون ناقص ماتشين تانيين من الكاس، فممكن يحضر المباراه النهائيه لهذا الموسم. ست ماتشات ايقاف وتغريمه 100,000 جنيه. والحقيقه انه القرار ما كانش عليه اختلاف شديد يعني، لكن كان في بعض الجدل، هل الموضوع يستحق اكتر من 6 ولا لا؟ فاستقر على انه الموضوع يكون 6 مباريات ايقاف لفرجاني ساسي. قلت لكم انا من ايام ان الزمالك نفسه كان متضايق من القصه بتاعت فرجاني، بانه ليه عملت كده، وان الموضوع ليس له مبررا، وان انت لاعب جاي يعني لاعب دولي ولاعب مهم، وتاثيرك وتاثير الوقت اللي انت بتطرد فيه او بتحصل فيه على البطاقه انه ما كانش مستاهل خالص رد الفعل اللي انت عملته، خصوصا انه كان متكرر في فتره قصيره انه بياخد بطاقات غير محسوبه يعني. فرجاني هيغيب 5 ماتشات مقبله بعد الماتش بتاع النهارده، يبقوا 6. امام عاشور هيغيب لمده مباراه وايقاف او وغرامه 50,000 جنيه. وكمان ضمن القرارات اللي هتصدر مش هيكون في اي عقوبه على لاعبي المصري البورسعيدي، لان ما كانش في اي تقرير الحكم اتكتب، الا ان احمد مسعود حاول يلحق امام عاشور وما عملش حاجه، وحجاج عويس. لكن في عقوبه على المصري البورسعيدي غرامه ماليه بسبب ان كان في جمهور وما ينفعش يبقى في جمهور، وان الجمهور ده شتم الحكم واتدون ده في كتابه تقرير حكم المباراه. اما ما يخص مباراه الزمالك مع الجونه، فما فيش اي عقوبه على اي لاعب من الفريقين، لكن في عقوبه على واحد، ودي الغريبه شويه. هو عامل غرفه خلع الملابس غير المقيد في السكور شيت بتاع الجونه زي ما قلت لكم من امبارح. وبالتالي لجنه الانضباط قالت ان احنا جاي لنا في التقرير ان في واحد شتم الحكم لابس زي الجونه بس اسمه مش موجود، فاحنا مش عارفينه. فطلبوا مذكره جديده لاستكمال القرارات، هتتاجل القرار اللي جاي، يكونوا عرفوا من خلال الفيديوهات او بعض اللي موجودين من عناصر المنظومه اللي كانت في المباراه، اعرفوا لنا اسم الشخص عشان نعاقبه الماتش اللي بعده او اللجنه الاجتماع اللي بعده للجنه. دي بعض القرارات. المهندس ماجد سامي كان اتعرض لغرامه بسبب التويته بتاعت ان مبروك دخول تقنيه العار الكره المصريه بعد ماتش الاهلي وادي دجله، فغرم، فكان عمل تظلم، لكن التظلم اترد عليه النهارده بانه هو كان تظلمه ان انا اصلا مش عضو منظومه يعني. انا ولا رئيس نادي ولا رئيس مجلس اداره ولا عضو مجلس اداره ولا اي حاجه. فهم احتكموا في الورقه اللي جايه لهم من التظلم بان هو مكتوب اصلا السيد ماجد سامي رئيس نادي وادي دجله او مالك وادي دجله، فلا انت عنصر، فتم حفظ التظلم وبالتالي تطبق العقوبه كما وقعت. دي بعض القرارات اللي لسه ما خرجتش او ما اعلنتش رسمي، لكنها ستصدر النهارده باذن الله. طيب، ده فيما يخص القرارات، وفيما يخص كمان المباراه، مباراه الزمالك مع سموحه اللي في الكاس. لكن بالكلام عن الزمالك نفسه، فما زال الحديث مستمرا على قصه قرارات اللجنه الاولمبيه بالامس تجاه رئيس نادي الزمالك بعد الشكاوى المقدمة ضده من عدد من الشخصيات الرياضية خلال الفترة اللي فاتت، واللي وصلت بقراراتها إلى حد العزل والدعوة إلى عمل جمعية عمومية للانتخاب في منصب الرئيس الشاغر على مستوى مجلس إدارة نادي الزمالك. اللجنة الأولمبية القرار خلص، طلع في قدرة على الطعن والاستئناف، لكن اللجنة الأولمبية سترسل أو بصدد أنها ترسل قرارها إلى الجهات الحكومية أو إلى الجهات الإدارية اللي هي وزارة الشباب والرياضة، اللي على الجانب الآخر رئيس نادي الزمالك توجه إليها علشان يشوف إيه القصة وإيه الرد أو إيه اللي ممكن يعمله تجاه هذا الأمر، بعيدا عن الردود الإعلامية اللي هي بترفض هذا القرار من جانب رئيس الزمالك. لكن القصة اللي بعدها هي إزاي ممكن أنا أتحرك، وإزاي ممكن أتظلم، وإزاي ممكن أرفض هذا القرار. لم يلتقي رئيس الزمالك بوزير الشباب والرياضة، لكنه التقى بالمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة الأستاذ أحمد الشيخ، وبدأ يناقش معاه على الأمور القانونية واللجنة القانونية للزمالك، بتسأل اللجنة القانونية للوزارة علشان يعرف إيه الخطوات وهل ده قانوني ولا مش قانوني. على ما يبدو بحسب التقارير إن هي إجراءات قانونية،
لكن في تساؤلات بيطرحها الزمالك فينتظر إجابة عليها، وبالتالي هيتحرك على مستوى رئيس نادي الزمالك تحديدا، لأن الزمالك ككل ليس متضررا. حتى رئيس الزمالك إذا عوقب فهو سيقوم بمهامه لكن مش بشكل رسمي. والخطوة اللي بعدها هي اللي ممكن تكون أهم، اللي هي بتاعت إن هو لو ما بقاش لو اتعملت انتخابات، دي اللقطة المقلقة، يعني إنه بعد ما عزل فهيبقى في انتخابات، فهيبقى في رئيس وهو كان رئيس. فدي القصة اللي مكملة معانا وهنشوفها توصل لحد فين في الساعات أو الأيام المقبلة. لكن زي ما سمعنا من شوية مع الزميل أحمد موسى إن مصدر أمني قال أو حذر من أي تجمعات على مستوى الشارع، زي ما خرجت بعض الدعوات سواء من رئيس الزمالك أو من بعض الجمهور الزملكاوي بأنه لأ دي حاجة ضد الزمالك فهننزل. فالمصدر الأمني قال منع أي تجمعات سواء أمام نادي الزمالك أو أي مكان فيما يخص قصة رئيس نادي الزمالك وقرارات اللجنة الأولمبية النهاردة. طيب تعالوا مع بعض بقى نبدأ شوية أخبار كده سريعة عن اللي حاصل النهاردة، لأن النهاردة معانا نجمين من النجوم هينورونا. أولا الكابتن إمام عبد العال نجم تدريب حراس المرمى اللي ياما خرج من تحت إيديه حراس سواء كانوا في مرحلة سنية صغيرة أو كانوا في مرحلة تألقوا خلالها فانتقلوا إلى الفرق الكبيرة. مثلا أبرز الأمثلة الكابتن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي اللي عندنا خبر يخصه على مستوى الإصابة، ربنا يطمننا عليه، وغيره من اللاعبين. وبعديها ينورنا الكابتن عصام عبد المنعم الناقد الرياضي الكبير ورئيس اتحاد الكرة المصري الأسبق بالتعيين، هنتناقش مع بعض في عدة أمور أهمها أكيد رأيه في اللي بيحصل دلوقتي ورده على اللي قاله على فرجاني ساسي. طيب مباراة الزمالك النهاردة مع فريق سموحة كانت تشكيل الفريقين، ودي كانت مواجهة تانية بعد فترة قصيرة جدا ما بين الفريقين في الدوري، انتهت 3-3 لكن كان بيقودها مديرين فنيين مختلفين، بتاع الزمالك مختلف لكن بتاع سموحه ما زال مستمرا هو المدير الفني الكابتن احمد سامي اللي قاد المواجهتين، تعادل في الاولى وخسر في الثانيه. ابو جبل هو اللي حرس المرمى، محمود علاء ومحمود الونش في قلب الدفاع. الونش عمل ماتش كبير، حازم امام عمل عرضيات حلوه في الشوط الاول، عبد الله جمعه ناحيه اليسار عمل مباراه جيده، طارق حامد كالعاده في نص الملعب باداء جيد، محمد حسن لعب شوط قبل ما ينزل مكانه بعد كده امام عاشور اللي سجل هدف الزمالك الاول، احمد سيد زيزو اوباما ومصطفى فتحي. مصطفى فتحي كان ظهوره يعني غير مؤثر قوي، كاسونجو لعب كمهاجم في بدايه المباراه، وفي الشوط الثاني انتقل مكان مصطفى فتحي ونزل مكانه مصطفى محمد اللي عمل ماتش كبير لكن عانده الحظ كثيرا، سواء بتصديات رائعه للهاني سليمان او بتصديات من العارضه نفسها لفرص مصطفى محمد المجتهد جدا في لقاء النهارده. على الجانب الاخر سموحه كان تشكيله كالتالي: الهاني سليمان هو اللي حرس المرمى، قلب دفاع رجب نبيل، قائد الدفاع ومحمد عبد المنعم، احمد حمص واحمد جمال، الترهوني وحليمه، ناصر ماهر وصلاح محسن ونسيمانبي وحسام حسن كانوا في بداية المباراة قبل ما تحصل تغييرات كتيرة طبعا بما فيهم تغيير إضافي في الوقت الإضافي. ناصر ماهر كالعادة لاعب مهم جدا في نص الملعب وخبرات بيكتسبها من الإعارة اللي حاصل عليها في هذه المرحلة. عايز أقول لكم بس أن لجنة المسابقات قالت لنا أنه الزمالك لم يختر رسميا بقرار الانضباط، وبالتالي مشاركة إمام عاشور سليمة 100%. أنا بس دي كانت حاجة واضحة لكن حابب بس أقولها لحضراتكم. طيب النهاردة كمان أعلن رسميا التيشيرت الجديد لمنتخبنا الوطني، والتيشيرت ده احنا كنا مستنينه من ساعة أمم أفريقيا 2019 اللي احنا استضفناها، لما كنا متضايقين من شكل التيشيرت بتاع المنتخب انه مش حلو قوي، انه ما بيعبرش قوي. فكان وقتها مجلس الإدارة اللي استقال بعد البطولة قال لنا ما تقلقوش، واحنا في التعاقد اللي جاي هنعمل شكل احنا هنختار بنفسنا، وان احنا ما كانش قدامنا تنوع في الاختيارات فما تزعلوش. كان الكابتن حازم امام وقتها معانا وقال النقطة دي، وقد كان. النهارده رسميا بالتعاقد مع الشركة الجديدة خرج القميص الجديد لمنتخبنا الوطني، ونشرت الصور اللي صورها لاعبو المنتخب او لاعبو الأندية المختلفة، يتصدرها الرائع الصديق والجميل واللاعب المحبوب من الكل مؤمن زكريا لاعب منتخبنا الوطني اللي تواجد برفقة عدد من لاعبي ولاعبات المنتخبات القومية المختلفة. ودي صورة تحس ان فيها ضحكة بجد، يعني مش صورة فوتو سيشن، تحس ان فيها صورة فيها روح حلوة وفيها ضحكة حقيقية. كلنا لما بنشوف مؤمن بنضحك، وتحديدا لما بنشوفه مبسوط، فربنا يسعدك ويسعدنا يا مؤمن. دي صورة بتيشيرت منتخبنا الوطني الجديد الحلو المختلف اللي بيعبر عن هوية مصر. والحقيقة ان اللي كاتب البيان بتاع الاعلان عن التيشيرت بتاع منتخب مصر اللي نزل صورة منه احمد حجازي
وأحمد المحمدي، الاثنين اللي كل واحد فيهم في مدينة في إنجلترا، نزلوا الـ أو الاثنين آه كل واحد في مدينة، الاثنين في لندن يعني، كل واحد فيهم راح منزل ده تزامنا مع إعلان عن التيشيرت اللي هم أصلا هم الاثنين كلاعبين متعاقدين مع الشركة نفسها اللي بترعى قميص منتخبنا الوطني. لكن اللي كاتب بقى التفسير بتاع التيشيرت تحس انه شاعر. يعني انا هقراها لكم بالظبط كاتبينها ازاي بتاع تيشيرت المنتخب. لو معانا هنعرضها على الشاشه يعني حالا. انه تيشيرت منتخبنا الوطني الجديد بيشرحوا بقى بالظبط احنا ازاي اتفقنا عليه. طيب، الزي الجديد مستوحى من الهويه الفريده لمصر. هاتوا بقى التيشيرت الاحمر عشان نشرح هو بيشرحوا ايه بالظبط، يعني ممكن نبدا نعلم. طيب، هو مبدئيا بيقولوا انه بتمثل الهويه الوطنيه لمصر الرموز الخمسه متمثله في الشمس، موجوده في التيشيرت لو ركزت في دايره اهي، الشمس ونهر النيل والتلال الصحراويه والاهرامات والانماط الهندسيه التقليديه اللي هي الفراعنه يعني. فسرت الشركه لجوءها لهذه التصميمات بان مصر بطبيعتها غنيه بالالوان والمشاعر التي ترسم لوحه فنيه فريده، حيث يعد نهر النيل هو شريان الحياة، وعلى جانبيه تداعب رياح الصحراء نخيلها لتعزف مقطوعة من حفيف النخل على أنغام غروب الشمس مع تدفق مياه النيل. فتحس إنه شاعر هو اللي كاتب الكلام، تحس إن في مزيكا كده مع الكلام. بس تيشيرت حلو جدا، عجبني جدا، وحتى تيشيرت حراس المرمى شيك، فحاجة تعبر عن مصر يعني. لكن الأهم بقى من التيشيرت نعبر عن مصر في جوه الملعب، وناخد بطولات ونتأهل لأمم أفريقيا ونروح كأس عالم ونكسب أمم أفريقيا نفسها اللي غايبة عننا، اللي بيتفائل بيها بالشركة الراعية دي منتخبنا الوطني، إنه حصد في عهدها زمان 2006 و2008 و2010 ألقاب أمم أفريقيا. طيب، عايز أروح معاكم للنادي الأهلي، لكن قبل ما أروح معاكم للنادي الأهلي كنا أول من أعلن عن قصة وجود مؤمن زكريا في الإعلان عن الزي الرسمي ده في حلقة سابقة كانت يوم الاثنين، مش اللي فات ده، اللي قبله. تعالوا نشوف مع بعض قلنا إيه ساعتها. في فكرة تم التوصل إليها أو تم اقتراحها ووفق عليها من جانب الأطراف كلها، اللجنة الخماسية والنجم اللي هيظهر في لقطة منفردا بتيشرت منتخب مصر الترويجي، وهو النجم الكبير مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، اللي هيبقى موجود لتقديم القميص الجديد لمنتخبنا الوطني في المرحلة المقبلة بإذن الله. مؤمن بيحلي أي حاجة بيكون موجود فيها. الزمالك استعاد خلاص أوناجم العائد من الإصابة، كان جاهز النهاردة كمان لكن ما دخلش القايمة، فضل جيمي باتشيكو أو جايمي باتشيكو زي ما عرفت يعني، أو جايمو باتشيكو أيا كان بقى، فضل انه يريحه النهارده، فهيظهر في قائمه الزمالك في مباراه وادي دجله في الوقت اللي لسه على مستوى المصابين لو بتسال يعني. فشيكابالا ما زال بعيدا وتبدو عودته غير قريبه في الفتره القصيره يعني المقبله، ممكن لسه غيابه يطول نوعا ما. في الوقت اللي محمود علاء خد انذار النهارده هيغيبه عن المباراه اللي جايه، واوباما خد انذار النهارده هيغيبه هو الاخر عن المباراه المقبله اللي الزمالك محتاجها علشان يحصد مركز ثاني يؤهله الى الدوري ابطال افريقيا في النسخه المقبلة. في بطولة الدوري النهاردة والجولة 32 كان عندنا ماتش واحد بس، المصري والجونة وصراع البحث عن الهروب من رحلة القاع، فالمصري كسب بنتيجة 2 دون مقابل. عمر كمال عبد الواحد بيسجل الهدف الثاني، والهدف الأول كان بينجح في تسجيله حسن علي، فيخسر الجونة 3 نقاط تجعله في موقف خطير حتى الآن. أي نعم الموقف الأضعف هو حرس الحدود بعد ما 2 هبطوا طنطا واف سي مصر، لكن الجونه هو اللي فوقيه على طول بفارق 4 نقاط ولسه هيبقى في لقاء بينهم. فالماتشات اللي جايه مولعه جدا، ماتشين الدوري المقبلين باذن الله. كان المصري هو الافضل واستحق الفوز. احمد ياسر ريان جات له ضربه جزاء وبعديها الفار بعد ما اتحسبت لغاها بقرار من الحكم. طيب، في النادي الاهلي الكابتن سيد الحفيظ قال انه في مسحه هتتعمل هنا في القاهره ومسحه في كازابلانكا، والمسحتين استعدادا لمواجهه الاهلي مع الوداد هناك ذهابا في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، وان الاهلي هيسافر بطائره خاصه بحسب ما اعلن مدير الكره للنادي الاهلي. معلول وجيرالدو هيخلصوا معسكراتهم مع منتخبي تونس وانجولا، بعد كده ينضمان يوم 13 الى بعثه الاهلي في المغرب للاستعداد مع الفريق للمواجهه المرتقبه. الاشعه النهارده خرجت، اتعملت وخرجت نتيجتها على مستوى العضله الضامه لمحمد الشناوي اللي اقلقت وما زالت تقلق جمهور النادي الاهلي حتى الان.
واثبتت الاشعه انه في شد في العضله الضمه، وانه بالتالي هيبدا جلسات العلاج الطبيعي بوقع جلستين يوميا علشان يحاول الانتظام في برنامج بدون التسرع في عودته، برنامج تاهيلي لعوده محمد الشناوي الى التدريبات على قد ما يقدر في وقت قريب علشان ما يتضررش مشواره مع الاهلي في دوري ابطال افريقيا، وهو من اهم بل اهم عناصر فريق الكره في النادي الاهلي في الفتره الماضيه. طيب، ياسر ابراهيم مش هيلعب الماتش اللي جاي قدام انبي يوم الاربعاء بسبب بطاقه صفراء ثالثه خدها الماتش اللي فات، وموسيماني صعد خمسه من اللاعبين الشباب هم فارس طارق وعادل احمد ومحمد المغربي وشادي رضوان واحمد طارق سليمان الى تدريبات الاهلي من الشباب. لكن فيما يخص القرار او اللي اتكلمنا عنه من شويه، اللجنه الاولمبيه بايقاف رئيس نادي الزمالك الاستاذ مرتضى منصور 4 سنوات مقبله مع ما تترتب عليه من قصص وامور اداريه. معنا على التليفون المهندس شريف العريان سكرتير اللجنه الاولمبيه. مساء الخير يا فندم. مساء النور، ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله، ازي حضرتك؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. قرار الامس طرح عده تساؤلات، عايز اعرف من حضرتك بدايه، ايقاف رئيس نادي الزمالك 4 سنوات بعد حيثيات اعلنتوها بناء على قرار التحقيق، ما هي الخطوات التاليه فيما يخص هذا القرار؟ القرار طبعا تم بناء على شكاوي قدمت، مش هنخوض في الكلام ده، مش هنتكلم في كتير الحقيقه. خلاص تم تحويل هذه الشكاوي الى لجنه الهيئات والقيم عندنا برئاسه المهندس ياسر الديس، بصوا فيها خلاص وطلع قرارهم بتحويلها للتحقيق. تم تحويلها للتحقيق، تم التحقيق مع جميع الناس الشاكيه، وتم التحقيق ايضا طلب التحقيق مع السيد مرتضى منصور. خلاص، والحقيقه هو بعد 3 محامين كل اللي قالوه لا هو مجلس النواب ومش من حقكم، فهمناهم ان لا ده امور رياضيه ما لهاش دعوه خالص بالشق الجنائي ولا قصه من دي على الاطلاق. هم رفضوا خلاص يتكلموا، ما فيش مشكله خالص. طلع القرار دخل مجلس اداره اللجنه الاولمبيه المصريه في اجتماعه بالامس زي ما انتم عارفين، وطلع القرار اللي انتم شفتوه بتاعه. القرار هل هو ملزم ولا مش ملزم ولا الكلام اللي بنسمعه؟ أيوة. في كل حته، الحقيقه قرارات اللجنه الاولمبيه ملزمه على جميع الهيئات التابعه ليها. تمام؟ ملزمه بمعنى ايه؟ احنا النهارده حضرتك بعتنا اختار للسيد مرتضى منصور. خلاص نقدر نفرق بين السيد مرتضى منصور وكيان نادي الزمالك. ده انا هقف عند النقطه دي كمان شويه بعد ما تخلص كلام حضرتك. قوي قوي. اتفضل. خلاص، نادي الزمالك ملوش اي دعوه بهذه القصه على الاطلاق. ولا انديته ولا 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 النادي ولا اللعيبه ولا الفرق ولا الدوريات اللي بيلعب فيها ولا اي حاجه من دي على الاطلاق الحقيقه. تمام، ما تخلصش الامور. هو في شخص خلاص اخطا، خلاص من وجهه نظر التحقيق، وتم معاقبته. تمام، وله حق الاستئناف. خلاص، يعني له حق الاستئناف. هم اختاروا النهارده. تمام، اوكي، ده جواب رسمي. ايوه، له اسبوع ان يستأنف خلاص عندنا في اللجنه الاولمبيه ويقدم حسياته. قد يكون في خطا، قد يكون هو صح، قد يتم تخفيف الحاجه لو هو هيقدم حسيات يشوفوها انها تستاهل ان الكلام القرار كان خاطئ مثلا، يعني تمام، او الحكم يفضل زي ما هو. تمام تمام، يفضل زي ما هو. لو ما عجبوش برضه ليه اجراء اخر، وهو الذهاب الى مركز التحكيم الرياضي خلاص ويرفع قضيه هناك. لو ما خدش قرار أيوة. يعجبه، من حقه الذهاب الى المحكمه الرياضيه الدوليه الكاس لوزان، ولحد ما يستكمل كل خطوات الاستئناف والطعن. القرار بيتوقف ولا بيسري؟ لا، بيتوقف ليه حضرتك؟ يعني شغال من النهارده. القرار ساري، بس خلينا نفرق حاجه في القرار، لان الناس برضه بتقول لك الله انتوا كده نادي الزمالك وبتهددوا انكم توقفوا نادي الزمالك. خالص حقيقه احنا بنناشد مجلس اداره نادي الزمالك، خلاص بنقول له خد بالك، خلاص احنا دلوقتي تم وقف الاستاذ مرتضى منصور. فلو جالي جواب خلاص لجنه اولمبيه، خلاص اي جهه رياضيه تحكيم، خلاص من السيد مرتضى منصور، لن يعتد بي. خلاص ابعت لي جواب ممضي من نائب الرئيس، ممضي من المدير التنفيذي، على راس من فوق. كل الامور بتاعت النادي شغاله طبيعي، مفيش اي مشكله فيها على الاطلاق. تمام، احنا وقفنا شخص، الشخص هذا الشخص ما ينفعش يجي لنا منه اي مراسلات او اي حاجه، خلاص لان هو موقوف. ايوه تمام، يخلص. ودعيتم مجلس الاداره للدعوه للانتخابات؟ لا، احنا قلنا ما دعناش لمجلس الاداره، مجلس الاداره حضرتك كل الهيئات الرياضيه بمنتهى الوضوح، كل الهيئات الرياضيه في مصر، اتحادات وانديه وكذا، قانون الرياضه، قانون 71 سنه 2017 اشار بايه حضرتك؟ اشار ان في مده قانونيه للدعوه للجمعيه العموميه السنويه. تمام، اللي لازم تتعمل. تمام، المده دي امتى؟ ما بين يوم 1/7
نهايه السنه الماليه الى 30/10. مظبوط. كل هيئه رياضيه في مصر بلا استثناء لابد ان تدعو لجمعيه عموميه في هذا التوقيت. تمام. ثم تقام بقى في التوقيت اللي هو لو انت عندك مثلا من 30 ل 45 يوم بعد الدعوه تقام في موعدها الطبيعي. وبالتالي بما ان الزمالك عمل جمعيته العموميه العاديه من فتره في شهر 7، جمعيته العموميه المقبله هي بتاعت السنه اللي جايه؟ قد يكون، انا ما اعرفش حقيقه الجمعيه العموميه بتاعت نادي الزمالك او كل نادي عملها امتى، انما هي لازم تتعمل في كل سنه ما بين 1/7 و 30/10. تمام. طيب يبقى ايه الاجراء؟ لو واحد ما عملش ايه الاجراء؟ خلاص الاجراء ان حضرتك لما هتفتح الجمعيه العموميه او يعني الجدول العام للجمعيه العموميه، لو في مكان شاغر في مجلس الاداره بالقانون غصب عنك انك انت لازم تفتح باب الترشح عليه. تمام. تمام. طيب افرض في جمعيه خلصت. خلاص وانا مش متابع الحقيقه، انما لو في جمعيه خلصت اوريدي عدت. تمام. ايه اللي بيحصل؟ ايوه. لو المجلس مكتمل خلاص يعني اكثر من 50% زائد واحد بيكمل بكيانه كده زي ما هو الى اقرب جمعيه عموميه خلاص يجي ميعادها. تمام. ففي لوائح واضحه وصريحه للجميع ما فيهاش الحقيقه اي خلاف من اي نوع. انما بقى اصل احنا نادي الزمالك هنوقف اللعيبه لا خالص حقيقة. متى يتضرر الزمالك من ايقاف رئيس الزمالك؟ لو عمل ايه؟ لو ايه اللي حصل؟ لو صمم الزمالك ان هو يبعت لنا، يبعت كل ما هو خاص بنادي الزمالك خلاص مزيف بتوقيع رئيس النادي الموقوف كشخص. ايوه. تمام. طبعا لن يعتد بحاجه، فانت كده بتتعمد انك انت توقف حال نادي الزمالك وده خطا. تمام. نادي تمام. الزمالك خلاص نادي كبير زيه زي النادي الاهلي، زي الاتحاد، زي الاسماعيلي، زي كل انديه مصر الحقيقه على راسنا من فوق. تمام. وبه العاب اولمبيه كثيره. خلاص نص قوام منتخبات مصر من نادي الزمالك العريق. خلاص اوكي. انما لو دخلنا بقى في عناد ملوش رأي اللي هو ايه؟ طب انا مش هبعت لعيبه للمنتخب، طب انا مش هعمل، مش عارف، ما ينفعش الكلام ده اطلاقا. طب انا هضيف هيحصل ايه؟ هضيف انت مش اللجنه الاولمبيه اللي هتتدخل حضرتك، انت كل اتحاد في لعبته. ايوه. هو اللي هيتدخل حسب لوائح. طيب انا هضيف على سؤال حضرتك لنفسك سؤالا اخر، وهو برضو على لسان الزملكاويه اللي قالوا صراحه يعني التجاوزات او ما يراه الشاكون تجاوزات في الفتره اللي فاتت هي مش وليده اللحظه، هي بقالها شهور بل سنوات، فلماذا ياتي العقاب قبل دوري ابطال افريقيا بشهر او باقل من شهر؟ دي تساؤلات الزملكاويه اللي اتكلموا على انه لا ده انتوا قاصدين توقعونا. تمام. اتفضل. ارد على سعادتك في دي. هل انا بتحكم كلجنه اولمبيه في الشكوى تجي لي امتى؟ هل انا اللي بحرك الشكوى؟ اكيد لا. انا وقت ما تيجي شكوى لاي اتحاد رياضي خلاص او لاي هيئه زي اللجنه الاولمبيه المصريه المفروض ان يحصل ايه؟ ان فورا يتم التحقيق فيها. خلاص فميعاد وصول الشكوى خلاص مش في ايدي، مش انا اللي بحركه حضرتك. أيوة. خلاص كون ان اتحاد الكوره يبعت شكوى يقول والله الاسبوع اللي فات حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا. اي برضه ده مش حاجه حصل من سنين. ايوه. خلاص كون ان النادي الاهلي يقول والله احنا او السيد الخطيب يقول ان احنا انا حصل معايا كذا 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 ويلم على كل يعني يضم كل الموضوعات القديمه كمان مع في الشكوى في شكوى واحده، ده مش موضوعنا. الموضوعنا ان انا بيجي لي شكوى من اي جهه والدليل هقول لك عليه. اتفضل. نادي الزمالك لو مش معترف باللجنه الاولمبيه ودي هيئه ما لهاش لازمه خلاص بعت يشتكي ليه؟ بعت لنا شكوى رسميه. ايه مصير الشكوى دي اللي اشتكى فيها الزمالك مسؤولي الاهلي؟ حضرتك الشكوى من غير ما نبص حتى ايه اللي فيها لسه خلاص تم تحويلها فورا مجلس الاداره كانت جايه في نفس اللحظه اللي احنا مجتمعين فيها. أيوه. تمام. تم تحويلها مباشره زي ما اتعامل مع الشكاوي الثانيه الى لجنه الهيئات والقيم. تمام. بقياده المهندس ياسر اديس اللي هو من ابن من ابناء نادي الزمالك. تمام. للنظر فيها خلاص وطبعا هننظر فيها وفي الغالب خلاص اوكي لو أيوة. كان الشكوى فيها يعني كلام يعني منطقي خلاص هتحول فورا للتحقيق. تمام. وهل هي الشكوى مرفق بها ادله على ما يحتويها من شكاوى؟ والله انا ما اعرفش الشكوى فيها ايه بالظبط يعني. هو الشكوى بعد ما بتيجي بتروح. تمام. بينظر فيها هذه الهيئه. أيوة. او هذه الكوميشن دي بتبص عليها. ثم لو ارتقت ما بترجعلناش لمجلس الاداره عشان تاخد راينا. أيوة. بتبعتها فورا للتحقيق بعد ما تتحقق معاه فيها بتجيلنا احنا كمجلس اداره للاعتماد. تمام. واقدر اؤكد لك ان ما فيش ولا قرار جه من اللجنه المنوطه بالتحقيق خلاص لمجلس اداره اتحاد او اللجنه الاولمبيه وغيرنا فيه. يعني دايما لما تيجي احنا الجهه المحايده قالت رايها
بناء على اللوائح، خلاص نقول امين. تمام. اخيرا باشمهندس شريف، يعني الناس بتتساءل ما هو الفارق بين قرار اللجنة الأولمبية في أكتوبر 2018 بإيقاف رئيس نادي الزمالك سنتين وهو قرار لم ينفذ، وبين القرار اللي صدر بالأمس بإيقاف رئيس الزمالك نفسه 4 أعوام، إيه الفارق؟ الفارق هقول لك ببساطة جدا، الفارق هو مش قرار محكمة طلع ولا أي حاجة من دي على الإطلاق، لأن قانون الرياضة واضح، قانون الرياضة بيقول لك ما ينفعش اللجوء إلى المحاكم الإدارية في الأمور الرياضية. فبالتالي لو انت عندك قصه ساعتك بتيجي على مركز التفتيش والتحكيم الرياضي وبترفع قضيه. لو وزاره الشباب والرياضه نفسها خلاص احنا خدنا قرار مش عاجبها خلاص او شايف ان هو غلط، تمام، بترفع قضيه في مركز التفتيش والتحكيم الرياضي خلاص، والقرار ملزم علينا جميعا. تمام. ما تقدرش هي ترغمني على ان انا اغير حاجه. تمام. اللي يقول القضاء هل انا اللي كنت صح ولا انت اللي كنت صح ولا مين؟ وده اجراء الحقيقه طبيعي في العالم كله. ما فيهوش تدخل، يعني ما بدون اي تدخل خلاص. انت محتاج دايما يبقى في جهه حياديه هي اللي بتاخد القرار. طب ليه القرار ما تنفذش في هذا التوقيت؟ انا اقول لك بمنتهى الامان. ايوه. ما تنفذش ليه؟ لان احنا قعدنا قلنا والله يمكن الكلام ده يقف، يمكن يبطل خلاص، اوكي، يمكن ربنا يهدي الجميع، ربنا يهدينا جميعا للتصعيد. ده اللي حصل فعلا بمنتهى الامانه. خلاص قد نكون كنا مخطئين في هذا التوقيت. ان الموضوع والموضوع فعلا هدي لو حضرتك تتذكر، خلاص لما الدنيا سخنت كده وبعد كده الدنيا هدت خالص. تمام. ولا حد كان بيشتمنا. يعني انتوا اللي تنازلتوا بالظبط. الموضوع بسيط جدا خلاص. وهل في اي نيه للتنازل في هذه المره كما حدثت من قبل؟ لا اظن الحقيقه، لان احنا يعني ليه نتنازل؟ يعني لازم برضو يبقى في حيثيات. تمام. نتنازل ليه؟ في شكاوي، في حاجه. هو الصح، انا ما اخافش ابدا من التحقيق. التحقيق لما حاجه ما تفوتش، حضرتك تعالى قدم مستنداتك، قدم الصهون، قدم قول كل اسبابك قد تكون على حق. تمام. لا تقدم وبعدين تقول لا انا بلفقر. الموضوع مش بلفقر، الموضوع ليه لوائح واضحه وصريحه. امشي في الاجراءات، خد حقك ثالث ومثلث، ولك اجراء واحد واثنين وثلاثه، والمحكمه الرياضيه او مركز التفتيش والتحكيم ملزم لينا، ولو ما عجبش روح المحكمه الرياضيه الدوليه الكاس، ملزمه للجميع، ملزمه لكله. تمام. حتى لو جه قرار عكسي، وعندنا امثله كتير الحقيقه. بشكرك وافر الشكر باشمهندس شريف العريان السكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية، تعليقا على قرارات الأمس ضد رئيس نادي الزمالك. بكرة عندنا مواجهة الإسماعيلي مع الإنتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز، لكن الميركاتو الصيفي بينما إحنا لسه ما بدأناهوش في مصر عشان لسه موسمنا ما خلصش، فهناك في أوروبا قدامه ربع ساعة بس وينتهي. صفقات كتيرة أبرمت، أبرزها إيدنسون كاباني من شوية رسميا لمانشستر يونايتد وهو لاعب فري إيجنت، ولاعب برضه يونايتد بيضمه هو تيلس كظهير أيسر عشان يعوض لوك شو اللي موجود مع الفريق، وصفقات عديدة حول العالم أبرمت النهاردة في الديدلاين داي. لكن ماذا عن أهم صفقات هذا الموسم الصيفي؟ نشوفها وبعد الفاصل نرحب بالكابتن إمام عبد العال نجم تدريب حراس المرمى. أهلا بكم مرة تانية في حلقتنا من الماتش. منورنا مكتشف الوحوش على مستوى تدريب حراسة المرمى الكابتن إمام عبد العال. كابتن إمام أهلا بيك، منورنا. ربنا يخليك. أنا أولا سعيد إن أنا معاك، وسعيد إن أنا أكون في ضيافتك، لأن أنت إعلامي مميز، واللي بيجي معاك
بيكون سعيد جدا لانك بتطلع اللي جواه ومحاور جيد. شرف لينا وجودك معانا يا كابتن امام. سلام لي يا حبيبي. اخبارك ايه؟ كله بخير؟ كله زي الفل الحمد لله. كله تمام. بدايه اللون الاحمر ده باعتبارك من ناشئي النادي الاهلي في حراسه المرمى زمان مش كده؟ اكيد طبعا طبعا. احكي لي عن بدايتك كحارس مرمى. اولا انا من صغري وانا بحب اقف جون. يعني حتى والدتي كانت تزعق لي وهتتشتم وبيتشتم حارس المرمى. كانت عارف بقى الفهم بتاع زمان. لحد ما رحت النادي الاهلي من خلال واحد كان اسمه كابتن متولي. كان من العباسيه وكان عامل اكاديميه زي الاكاديميات بتاعت تمام. وكان بيعمل ماتشات وديه مع النادي الاهلي دايما. فاختاروني. فلعبت 14 و16 في النادي الاهلي. وبعد كده سبت الاهلي ورحت نادي المياه. مياه القاهره ده كان نادي ايامها عريق وليه تقله يعني. اللي في العباسيه. في العباسيه. مظبوط. خرج لعيبه كتير جدا، مجدي وزمزم ومجدي اسكندر ولعيبه كتير وعادل مامور. ناس كتير جدا خرجت من النادي ده. بعدها كان النادي الاهلي طلبني تاني من كابتن الجوهري. لما لعبت ماتش 20 سنه كان ايامها ماسك الفريق الاول كابتن هديكوتي. وكان الكابتن الجوهري ماسك ال 20 سنه. فكابتن جوهري قال لهم انا عايز الحارس ده، كنت بلبس شورت احمر، قال لهم انا عايز ابو شورت احمر. ابو شورت احمر. فبعتوا الله يرحمه حاج عبده البقال لرئيس الشركه عندنا، فرئيس الشركه تغالب قوي في الاسعار اللي هو عايزها وكده. فانا زعلت. غاله دي كانت بتتقال غاله على كام بقى؟ بقى هقول لك. هو بص انا هقول لك ايامها حاجه غريبه جدا يعني. هو الراجل قال له هنعمل لك ماتشين قبل الزمالك وقبل الاسماعيلي. تمام. ونديك 5000 جنيه. تمام. كمان. ف طبعا قال له فقال له طبعا لا، وكان عايز ارقام اعلى من كده. فرجعنا وانا زعلت قوي، ولما زعلت قوي من النادي بتاعنا كان فاضل لي ايام بسيطه واخرج من الجيش. فبعد ما خرجت قررت ان انا اسافر. رحت الامارات. تمام. ولعبت هناك. كان ايامها اللي بيزعل من النادي بتاعه وما بيعرفش ياخد الاستغناء كان بيطلع على الامارات. تمام. كان في دوري اسمه دوري القوات المسلحه. كنت فيه انا ومجموعه كبيره قوي من نادي الزمالك ومن نادي المنصوره. كان معانا علي خليل، صبري المنياوي، حلم طولان، محمود طاهر، محمود فوزي، الشال وبدير من المنصوره. كنا عاملين حاله كويسه قوي هناك. وكان معانا ناس كويسه كانوا مسؤولين مصريين برضه. وبعد كده قعدت هناك 6 سنين، عملت معاهم بطولة كاس ودوري. النادي كان اسمه التموين والنقل. ايوه. نزلت مصر قلت هلعب في المقاولين، فكان العائد المادي اللي كان هاخده ما كانش كويس، فقلت بطل. شكرا. كفايه على كده. بدأت تدريب حراس المرمى بعدها على طول؟ لا. بعد قد ايه؟ قعدت في بيتنا حوالي بتاع من 87 لحد 96. ياه. قاعد في البيت. 9 سنين. لحد المدام عندي هي اللي شجعتني اخش. انزل بقى درب. قالت لي لا يعني حرام وبتاع وكده. ربنا يخليها لك. في كان اعلان معمول على الدورات التدريبيه. فقالت لي في دوره انزل خدها وبتاع. ايوه. فنزلت خدتها، وبعد كده قابلت بالصدفه الكابتن مدحت شلبي. كان ماسك اسمنت سويسرا. تمام. كان هو بيمرنا في نادي المايه. فقال لي ما تيجي تمسك معايا امام، انا ماسك اسمنت سويسرا وكده، وتعالى امسك معانا ودرب الحراس. انا من المدربين المحظوظين قوي قوي يعني. الحمد لله ما فيش مكان اروحه الا لازم اعمل فيه بصمه، اعمل صعود، اعمل حارس. مميز الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى. اشتغلت هناك مع الكابتن وصعدنا اسمنت السويس. صعدت باربع فرق منهم اسمنت السويس. منهم اسمنت السويس. مين الثلاث انديه الثانيه؟ عندنا كمان سكه سوهاج. صعدناهم دوري ممتاز. كان مع الكابتن جمال عبد الله وكابتن عطية السيد. والجيش. والإنتاج الحربي. مع الكابتن كمال عثمان الله يرحمه. والإنتاج الحربي برضو مع الكابتن كمال، بس كان ماسكنا في الأول في سنة الصعود دي عبد الرحيم محمد الله يرحمه. يا رب يحسن إليه. حبيبنا كلنا. حبيبنا كلنا. حاجة جميلة والله يرحمه ويكون مكانه في الفردوس الأعلى إن شاء الله. أمين يا رب العالمين. محطة الإنتاج ومحطة طويلة قعدت فيها 6 سنوات تقريبا. الإنتاج والإنبي هم أطول محطتين في حياتي. دي حقيقة. إنبي ده كان هو بيتي. هو بيتي الأساسي اللي بستريح فيه وبخرج وبرجع له. وبخرج وبرجع وربنا بيكرمني أروح أعمل حاجة كويسة لإنبي. أيوه.
عملت علي لطفي، عملت مهدي سليمان في إنبي، وبعدين خرجت، وبعد كده رجعت على البلعوطي وجاد. بس أيوة. جاد ما اشتغلتش معاه كتير. تمام. اللي اشتغل معاه مدربه العظيم كابتن خالد فرحات، تعب معاه، وبعد كده دلوقتي الكابتن خالد خليل. بالوقوف عند محطة إنبي، ليه رغم انك يعني عامل اسماء زي المهدي وزي علي لطفي اللي هم بيتألقوا في سنوات تالية بعد كده وبينضموا واحد لبيراميدز واحد للأهلي، ليه ما طلعتش فريق أول؟ ليه كنت في إنبي مش فريق أول؟ بص هقول لك حاجة، وانت شغال ما تدورش، هتشتغل وتنجح يجيلك او ما يجيلكش. طب ما جيلكش لازم تسعى بره بقى. تمام. يعني يعني دايما كنت بقول لزمايلي ما هوش النادي بتاعك حكر عليك او هو اسرك. تمام. لا، ما لقيتش فرصتك وطموحك في النادي بتاعك بيتك، حاول تستاذن وتخرج تعمل نجاحات بره، وده اللي انا عملته. تمام. انا هتكلم معاك بقى على محطة بتروجيت، هي محطة مهمة جدا لأنك توليت فيها تدريب محمد الشناوي أفضل حارس مرمى في مصر حاليا، وكمان هسألك عن علي لطفي والاتنين دلوقتي في الأهلي، وواحد اتصاب امبارح فالناس مركزة مع علي لطفي، هل هو محمد الشناوي هيرجع ولا لأ؟ لو مرجعش فعلي. هبدأ معاك بمحمد الشناوي أولا، إيه تعليقك على المستوى اللي وصل ليه حاليا وهو من أهم أبنائك على مستوى التدريب؟ شوف أنا عايز أقول لك حاجة، الشناوي حالة من وانا بمرنه في بتروجيت، حالة جميلة. يعني تحب تمرنه وتحب تتعب عشانه لان هو حاجة محترمة قوي. بيسمع الكلام، مطيع، طيب وحاضر ونعم، ومعاه الحركة اللي هي اللي انت شايفه. فخلاص اللي انت شايفه دي بتنجح. يعني مش معترض، مش كفاية لا كده لا لا. هو مسلم لك نفسه. تمام. فده الشناوي فبينجح. وانا قلت الكلام ده وقلته قبل ما اسافر اروح العراق مع الكابتن محمد يوسف. مع الكابتن محمد يوسف. ربنا يكرمه، وحاجه رجوله الدنيا حقيقي في الراجل ده. يعني رجوله الدنيا. ليا موقف واحنا هناك في العراق، بقول لك رجوله. ايه هو الموقف تحب تحكيه؟ طبعا طبعا. بس لما ناخد مرحله الشناوي. خلاص الشناوي. فينجح مع اي مدرب بقى بعد التطوير اللي ربنا كرمنا، وكنت يعني من اسبابه. والراجل اللي شغال معاه دلوقتي هو شغال بطريقه كويسه، وعدل له حاجات وضاف له حاجات اللي بيها ميشيل ياناكون. فانا شايف ان هو بقى حاجه مؤثره وحاجه مهمه في حياه الشناوي في المرحله دي واللي جايه. حلو. طب تعال نبدا من مرحلتك انت. مرحله بتروجيت هي مرحله الأهم بالنسبة له عشان يرجع للأهلي مرة تانية، بيته اللي هو بحسب الكابتن أحمد ناجي مشي منه مظلوم. كابتن أحمد ناجي قالها صراحة، أنا ظلمت أحمد محمد الشناوي إن أنا مشيته من الأهلي. لا لا. إيه لا ليه؟ أنا مش مع الكابتن ناجي في اللي هو قاله. ليه؟ النادي الأهلي ما بيظلمش حد ويخرجه. لا. ده الكابتن ناجي نفسه اللي قالها. هو يقول. أي ما بحاجة يعني ليه يعني اشرح. هو يقول الكابتن ناجي إن هو ظلم الشناوي وخرج. يعني هو كان تقصد انه كان يستحق الخروج كان وقتها ما كانش ينفع الشناوي يبقى الحارس الاول للنادي الاهلي او الثاني. تمام. وخلاص هو خرج سواء اعاره سواء استغنى. ومن الحاجات الكويسه ان هو عنده تحدي. قال لك انا هرجع تاني. ورجع. مظبوط. تمام. فالنادي الاهلي ما بيظلمش حد، والنادي الاهلي ما بيسيبش حد من ولاده يكون يستاهل. النادي الاهلي عنده بعد نظر، ان ساب الشناوي فهو سابه عشان يتقل وبعد كده يرجع. لما بقى تحت ايدك محمد الشناوي، بدات معاه ازاي؟ بالنظر لان فريق بتروجيت كان بيستقبل عدد كبير من الاهداف في الفتره دي، وكان في قلق على مستوى حراسه المرمى او الناحيه الدفاعيه عموما، فانت دلوقتي عليك مسؤوليه نص الفريق حارس المرمى. كلام مظبوط. بص انا هقول لك حاجه، انا لما مسكت بتروجيت قعدت مع الشناوي، وكان ساعتها رئيس النادي استاذ محمد الشامي. وكان محمد الشامي. تمام. فهو قال لي كمان كلام، يعني ان محمد الشناوي كان تعرض لهذا في المستوى واهداف كتير دخلت مرمانا وي 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 وي. كان بيقول لك ايه؟ كان بيحذرك يعني ولا يعني كان بينبهني ان يعني ان في مسؤوليه واحنا عايزين نحافظ على المستوى وعايزين نعلى ونلحقنا وي وي. ف
فانا قلت له كالاتي، قلت له اديني فرصه في فتره الاعداد تمام، واسالني من بعد فتره الاعداد شوف المستوى هيبقى عامل ازاي. وهقعد انا والشناوي وبقيه زمايله هنحط بلان هنمشي عليه، والتوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. انت ممكن تحط بلان وما تنجحش، مظبوط، لازم توفيق، هو توفيق ربنا سبحانه وتعالى ويبقى فاتح عليك. قد كان يعني قال لي طب خلاص ماشي وقعدت مع الشناوي، قلت له يا شناوي احنا عايزين نعمل اهداف مرحليه وناكد على كل مرحله ان احنا نطور مستوانا، نلفت النظر، نحاول نحافظ احنا والخط الدفاع بتاعنا على اكبر وقت ممكن تكون الشباك بتاعتنا نظيفه. هنلفت النظر لينا، ساعه لما هنلفت النظر بالكلام ده هنروح منتخب مصر. لما نروح منتخب مصر كل ده انا كنت كاتبه في كنت بدردش انا ونادر السيد فقلت بعت له كل ده، بعت له الخطط المرحليه، الخطط المرحليه بما فيها الوصول لمنتخب مصر بما فيها ان انا بطور. الكلام ده 2000 وكام؟ 12 ولا لا كنا 2016 16 تمام بالظبط 2015 2016. وقلت له يا نادر انا متفق مع الشناوي احنا هنعمل كده كده، فهو بيقول لي معقوله؟ قلت له احتفظ بدي وتعالى نرجع لها بعدين. فبعدها قال لي برافو عليك يا امام، حاجه جميله، كمان نادر السيد حاجه جميله يعني حاجه محترمه. كلمت على ان مدرب حراس المرمى اللي في الاهلي دلوقتي اللي بسبب تالق الشناوي استمر هو رغم رحيل فايلر ميشيل ياناكوني، قلت ان هو مهم جدا للشناوي في المرحله دي. ليه؟ لانه لازم يكمل معاه، لان هو اللي عمل معاه نجاحات جديده. فلازم يكمل معاه النجاح ده. وهيضيف له تاني. يعني انا واثق من كده. انا يعني في ناس يقول لك انا ضد المدرب الاجنبي المدرب الحراس، في عندنا خبرات وفي عندنا ناس كويسه. اكيد في. بس هو الراجل ده نجح، ونجح نجاح كبير قوي كمان مع الشناوي، خلاه الاوحد. الاوحد هو الاوحد حاليا على الساحه. مين بينافسه ولو من بعيد لو حابب تقول من بعيد مثلاً؟ بص هو مش من بعيد، هو في شئت او ابيت هو مهدي ومن بعديه عامر وابو جبل. بس الترتيب ده لا، هو ابو جبل وبعدين عامر. تمام، مهدي ابو جبل عامر في الفتره الحاليه ده ترتيب الحراس. عشان اللي هو هيدور عليه في انضمام المنتخب. انا بكلمك على كده. بس في ناس اتظلمت، منهم عامر عشان الاصابه. اصابه بعدته وكورونا بعدته، مش هو عامر بتاع الموسم اللي فات. لكن هو عامر وبالتالي حتى مشاركاته مش بنفس العدد او الكثافه بتاعت الماتشات الموسم اللي فات. كلامك مظبوط. بس هو عامر مسجل مستوى. فده ما يقلقش. الحارس اللي يسجل لك مستوى هيعرف يجيله تاني. ايوه، جنش مسجل مستوى، تمام، هيجيله تاني وبرضه هيخش منافس معاه. ايه اللي محتاجه جنش عشان يعود للمستوى اللي اظهره الموسم اللي فات وساعد الزمالك بيه في الحصول على لقب الكونفدراليه؟ لعب كتير، حارس المرمى عايز لعب، عايز مباريات كتير يشتغل. مع تالق ابو جبل في صعوبه او شايف ازاي المنافسه؟ في صعوبه. انا ضد التدوير. سياسه التدوير دي سياسه خاطئه تماما. مفيش حاجه اسمها تدوير، مفيش حاجه اسمها ده ماتش وده ماتش او ده ماتشين وده ماتشين. اتعملت قبل كده وباظت الدنيا في الزمالك. ايام نادر السيد حسين السيد. ايام عبد الواحد السيد والحضري. والحضري مظبوط. ده اللي كان باظ ساعتها النتائج هناك. واهداف كتير دخلت فيه. المهدي سليمان بيجي رقم 2 بعد محمد الشناوي في الفتره الحاليه. في الفتره اللي احنا فيها دي. اتكلمني عن المهدي سليمان شويه، ابن من ابنائك في امبي. تالق بعد كده وما زال يتالق رغم المنافسه الشرسه، الناس كانت بتقول دايما احمد الشناوي والمهدي سليمان في فريق واحد فمنافسه شرسه، لكن بيثبت انه بيحافظ على مكانه كحارس اساسي مع فريق بيراميدز. مهدي ولا الشناوي؟ مهدي. مهدي. مهدي انا جبته امبي وهو عنده 15 سنه. تمام. والقدر هو اللي سأني ان انا اشوفه وهو بيلعب في التصنيع. ورحت كلمت الكابتن امام محمدين، قلت له في حارس كويس في التصنيع اشتريه. تمام. وكان كابتن امام بيثق في ارائي وفي عناي. فراح اشتغل عليه وجابه، واشتغلت انا معاه في امبي. جبتوه بكام ساعتها؟ جبناه ب 30,000 جنيه. تمام. جبناه ب 30,000 جنيه وكان معاه كمان لعيب تاني كان اسمه فراويله. اشتغلت عليه ازاي؟ اشتغلت عليه بقى، اشتغلت على النواقص اللي عنده، اشتغلنا عليه، كان معانا واحد مواد بدني اسمه كابتن احمد سلطان، حاجه كان جميله قوي في امبي. اشتغلنا عليه في البدني لانه كان ناقصه كتير وكان ضعيف قوي.
وانا اشتغلت عليه في الكوره وفي المهارات وفي كان ضعيف جسمانيا. بص انت ممكن ده ما شاء الله عليه ده يعني دلوقتي دلوقتي ما شاء مهدي الله عليه دلوقتي يعني. مهدي لكن قبل كده كان ايه مهدي لحقه وبعدين هو الطموح وعنده اصرار غير عادي يعني اصرار غير عادي على النجاح صح وان يبقى نمره واحد في اي حته رغم الظروف الصعبه اللي كان فيها وربنا كرمه عشان كمان بر باهله قوي يعني وشخصيه شخصيه يعني. جميله معانا على التليفون مهدي سليمان ابن من ابنائك على المستوى التدريبي حارس مرمى بيراميدز اللي مش هنتكلم معاه عن بيراميدز لكن استأذننا ان احنا نتكلم معاه عشان الكابتن امام. مهدي اهلا بيك منورنا ووحشني. مهدي اهلا بيك مش معانا على التليفون. طب هنكلمه مره تانية. مهدي سليمان ومنافسه مع احمد الشناوي وانضمام شريف اكرامي وبالتالي ثلاث اسماء يعني تقيله الثلاثه ليهم تجارب دوليه شريف اكرامي احمد الشناوي مهدي سليمان شايف ازاي المنافسه دي بعد انضمام حارس الاهلي السابق؟ بص انا هقول لك حاجه هاني انا من وجهه نظري انا بتكلم من وجهه نظر امام عبد العالم أيوة. ممكن واحد تاني يختلف عن وجهه نظري يعني بالنسبه لشريف تمام هو شريف نقى مكان مش صح اختار مكان مش مظبوط ليه؟ المنافسه هتبقى صعب جدا ولعبه هيبقى هو ما يزعلش من كلامي انا يعني انا بكلمه بوجهه نظر مدرب مظبوط شايف ان المفروض كان ايه اللي يحصل لازم كان ينقي مكان يروح يلعب فيه يبقى هو رقم واحد. طب انت ضامن انه مش هيكون رقم واحد لما يروح بيراميدز؟ لا انا مش دعوه مش ضامن دي ضامن دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى مظبوط ونعم بالله ولكن انا الشواهد بتقول ايه؟ ان المنافسه صعبه قوي صعب قوي يعني لحاجات تانية ممكن ابقى يعني نتكلم يعني شريف بقاله قد ايه ما بيلعبش مظبوط وحارس المرمى لازم يلعب زي جنش قاعد عشان الاصابه راجع ما هوش جنش طب نرجع مره تانية للمهدي. مهدي اهلا بيك منورنا ووحشني. معايا مهدي ولا مش معايا؟ طب يا جماعه بتقولوا لي انه معايا بس الصوت واضح انه مش واصل له. انا صريح انا عارف بص انا صريح جدا ويمكن انا في الوسط معروف عليا ان انا قطر سك حديد فبتكلم من وجهه نظري الفنيه. هل كونك قطر سك حديد ده احيانا بيعمل لك اي مشاكل؟ كتير ازاي كتير ما بعرفش وما بعرفش وما بعرفش افهموها انتوا بقى افهموها انتوا اخر تجربه كانت تجربه الجونه لا مع خليني حماده صدقي خليني بعد اذنك معلش ما اغفلش الانتاج الحربي لان انا في نجاح كبير جدا اتفضل نجاح مع مصطفى كمال نفسه ونجاح مع نادر السيد نادر سعد طبعا يعني نادر سعد خد قعد 26 مباراه احتياطي لمصطفى كمال ورجع خد اربع مباريات عمل افضل اربع مباريات في حياته ومشي مصطفى كمال راح المقصه اشتغلت بالموسم الثاني بنادر سعد خد لقب نادر سعد العملاق وشال الانتاج الحربي في مباريات كتير جدا بفضل الله سبحانه وتعالى فمن ضمن نجاحاتي ومن ضمن احسن محطات ليا برضو نادر سعد فالانتاج الحربي وهناك كانت ناس متقدرني جدا والاداره كانت مقدرانا وكانت شايلانا فوق دماغهم براحه شديده واضحه وحتى ده اللي ادى لطول فتره العمل هناك وكمان الاداره كانت حاجه جميله جدا وكانت مدياني مساحتي ونجحت الحمد لله هناك في الانتاج الحربي من النوادي اللي بحبها جدا وليها يعني ذكريات جميله معايا. علي لطفي ابنك في ام بي انضمام للاهلي ما شقش طريقه حتى الان لمركز حراسه المرمى الاساسي بيواجه دايما منافسه شرسه حتى في الوقت اللي كان فيه اهتزاز بالنسبه لشريف فمحمد الشناوي وقف وثبت بوضوح. محمد الشناوي وعلي لطفي في فريق واحد دلوقتي شايف ازاي علي لطفي ومسيرته مع الاهلي اللي هي ما فيهاش ظهور كثيف يعني. طيب بص خلينا نتكلم على علي لطفي الاول وهو صغير يعني لما كنت في انبي علي لطفي كان حارس رقم ثلاثة ولما رحت ومسكت الفرقه اللي هي الاقل منه في العمر قلت لهم الولد ده حافظوا عليه اوعى تمشوه قالوا لي لا ده احنا خلاص مشيناه مشيتوه فين؟ على علي لطفي قالك لا خلاص مشي امتى؟ قالوا دلوقتي حالا فناديت عامل اوضه اللبس قلت له اجري هاته كان رايح على فين كان ماشي خلاص بره النادي هو صغير قلت لهم هاتوه ده جون جامد جدا يا كابتن امام الولد ده هيبقى حاجه كويسه
امام، قلت له اه والله، واشتغلنا معاه وقلت له ده هيلعب منتخب في السن في الاعمار السنيه بتاعته. تمام. انا ما بيلعبش، قلت له طب بس اصبر. وقد كان. علي لطفي انسان كويس قوي وانسان طيب، وانا لما هو راح النادي الاهلي قلت له يا علي انا مش هبارك لك الا لما تبقى اساسي وبتلعب. هيبقى اساسي وبيلعب؟ لا تمام. انا قلت، انا اللي قلت له كده، قلت له انا مش هبارك لك الا لما تبقى اساسي وتلعب. وده اللي انا بتكلمه على شريف. لما تيجي تروح نادي مهما كان عظمته، مهما كان عظمته، تبقى رايح وعارف انك هتلعب. اللعب بالنسبه لحارس المرمى هو الميه بالنسبه للسمك. تمام. نرجع لبيراميدز مره تانية. ابنك الكابتن المهدي سليمان للمره الثالثه. مهدي اهلا بيك، سامعني؟ ازيك يا كابتن هاني، عامل ايه؟ اخبارك ايه يا كابتن، كله كويس؟ حبيبي الحمد لله، انت عامل ايه يا حبيبي؟ تمام، وحشني. وطبعا بنقل لك سلام الكابتن امام عبد العال. وانت كمان، وبرحب بكابتن امام معاك وبقول له تنور والله جدا. سامع يا كابتن؟ يا مهدي ايه، احنا كلمناك مرتين ثلاثة مش عايز ترد ليه؟ معلش معلش يا كابتن. والله يا كابتن امام، انا دخلت بس حبيت اشكر كابتن امام قدام الناس، يعني كنت بتكلم كتير في المنطقه دي، بس يعني يعني الفرصه جت ان هو كان موجود. كابتن امام ليه فضل عليا جدا، هو اللي مكتشفني، هو اللي جابني من النادي التصنيع، هو واقف جنبي كتير جدا، ف فضل عليا بعد ربنا يعني، فبشكره وربنا يوفقه، وانا عارف ان ان شاء الله يعني هياخد اللي يستاهله ان شاء الله يعني. كان بيتكلم على لما جالنا المهدي من التصنيع، لما انا عينيا جت عليه واقنعت الكابتن امام محمدين، كان جسمه صغير لكن هو شخصيه قويه جدا وبار بوالديه، لكن هو كمان عنده دايما طموح رقم واحد، فكان باصص على ده. ودلوقتي انت رقم واحد في بيراميدز ومرشح دائم للمنتخب، فمشوار طويل برضو يا مهدي بالنسبه لك. بعد يعني الكابتن امام، كابتن امام وقف جنب كتير في بداياتي، كان في حاجات كتير صعبه، ف يعني طبعا نادي انبي ليه فضل عليا كبير وكده، بس كابتن امام وقف جنبي في حاجات كتير جوه الملعب وبره الملعب، و يعني لدرجه كان واحنا صغيرين كان عامل لنا وجبات كده، واحنا صغيرين اطفال يعني، كان عامل لنا وجبات عشان ما نروحش يعني نستنى ناكل في البيت، كان عامل لنا وجبات بعد التمرين ناخدها. طول ما احنا كنا في التمارين يبقى في فترتين، في فتره في اي حاجه عامل كده، وعامل حاجات كتير كتير يعني. انت مهما احكي لك وقف جنبنا ازاي، مش انا بس، كل اللي كانوا موجودين معايا، الراجل ده مخلص في شغله جدا، فوقف جنبي حاجه كبيره يعني. يعني مهما اوصف لك مش هقدر ادي له حقه يعني. كابتن امام تحب تقول ايه للمهدي؟ اقول له فاكر يا مهدي لما كنا رايحين الجبل وانت صغير متاخر؟ لما اتاخرت اتاخرت وسبتني بعدين لقيت هناك، صح؟ قلت له امشي روح. اولا كنا رايحين الجبل الساعه 5 الصبح، تمام، وهو كان عنده 15 سنه يعني، فقلت له 5 5 و5 همشي، تمام، مش هتركب معايا العربيه، هذا عربيه صغيره كده بلم فيها الاجوان ونروح رايحين على الجبل في بالبيس. ف5 و5 لقيته جاي بيجري. قلت له ايه اللي جابك؟ يعني خلاص انت اتاخرت، روح يا كابتن. قلت له روح. ورحت مدور البعكوكه بتاعتي ورحت ماشي عشان اخد زمايله من رمسيس. تمام. رحت رمسيس لقيته واقف في رمسيس. طب والله الجديه دي برضه مهمه. يعني خلاص فسكت. فسكت طبعا طبعا يعني، من ضمن الحاجات بتاعت مهدي الجميله يعني. وكان صغير عنده 15 سنه بيصلح الغلطه، ودي نقطه مهم. هو حابب، هو حابب يعني، ازاي مش هيستفيد؟ والله يا كابتن هاني، احنا ساعتنا واحنا صغيرين كابتن امام مخلص جدا في شغله، والراجل شغله اوروبي فعلا، وشغله بيبان يعني. انا حتى هو اتكلم قال لك انا كان جسمي صغير فعلا، كان صغير وانا صغير، هو اتمسك بيا حتى يعني، كان اول ما رحت قالوا له لا ده جسمه صغير، وانت حضرتك عارف ان امبي واحنا صغيرين كان بيجي لنا بال 300 حارس بيختبروا. فالراجل اتمسك بيا وقال لهم لا ده هيبقى حاجه كبيره، ومذكور عليه وهو صغير تاريخه هيفرد، وعامل لي حاجه معينه، برنامج معين في الاكل والشرب والجيم والتمارين وزي ما بيقول الجبل. فالحمد لله يعني، الحمد لله الواحد، حتى الواحد كان معايا بسمع كلامه في اي حاجه، عشان انا كنت واثق فيه جدا كابتن امام لحد دلوقتي يعني، باخد رايه في كل حاجه الصراحه.
يعني الراجل ده ان شاء الله ان شاء الله الايام الجايه دي يبقى حاجه كبيره قوي ان شاء باذن الله الله. يعني. انت حارس كبير يا مهدي ودربك مدرب حراس مرمى كبير، فربنا يوفقك دايما، والكونفدراليه بقى امانه معاكم، ربنا يوفقكم ان شاء الله. يا كابتن هاني انا مبسوط انا معاك وكابتن ومعاك كابتن امام. شكرا ليك كابتن مهدي سليمان حارس مرمى نادي بيراميدز. كابتن امام هروح للزمالك شويه. محمد عواد حارس مرمى كبير دولي بينضم لكتيبه من حراس المرمى الدوليين جنش وابو جبل، وبالتالي ما بيلاقيش مكان في الظهور الا في بدايه الموسم مع اول تعثر بيختفي. شايف ازاي موقف عواد وايه نصيحتك ليه؟ بص، عواد حارس كبير وعمل موسم ولا اروع في السعوديه. تألق وبناء عليه راح المنتخب كمان. لكن هو قابله سوء حظ رهيب. وهي دي سمه الفرق الكبيره، اللي بيغلط ما بيقبلوش مكان. وبيخش اللي بعده اللي بعده، بيمسك في الفرصه بتاعته خلاص. يعني ده ابسط كلام يتقال. ولكن هو عواد مسجل برضه مستوى مع الاسماعيلي، ومسجل مستوى في الدوري السعودي. انا يعني رايي الشخصي ان لازم يحارب تاني، ان هو يرجع في وسط زمايله يبقى رقم واحد. هي حراسه المرمى كده، يعني حراسه المرمى منافسه. ايه نصيحتك لاحمد الشناوي حارس بيراميدز؟ اقول له ما يزعلش، عشان انا اعتبر زي ابوه، لان انا برضو لما كان عندنا ماتش في بورسعيد، وهو عارف الكلام ده كويس وابوه عارف الكلام ده كويس، لما كان عندنا ماتش في بورسعيد مع فرقه التسعين واحنا في انبي، رجعت وقلت لامام محمدين في ولد هناك كابتن امام كويس اشتروه، اسمه احمد الشناوي، ولد عنده 14 سنه. فقال لي، قلت له بس هم طالبين فلوس كتير، ايامها بقى كانوا طالبين 500,000. قال لي يا ماما انت عايز تحط لي المشنقه احط في ولد صغير 500؟ فانا عايز اقول له يعني انت حارس كبير وموهبه من صغرك، اشتغل عليها وخليك امين قوي على الموهبه اللي ربنا مديها لك وحافظ عليها. انت حارس كبير وحارس منتخب مصر، جمهور مصر ده امانه في رقبتك. يعني لانك هتتسال على الكلام ده، فخليك يعني اكتر من كده، اشتغل على نفسك شويه يا احمد، وتجون كبير. اخيرا في تجربتين عايز اتكلم مع حضرتك عنهم، تجربه العراق مع الكابتن محمد يوسف الشرطه، وتجربه كانت ناجحه جدا بدليل تالق حارس مرمى ليصبح حارس مرمى منتخب العراق بعد كده. فضل ربنا سبحانه وتعالى، اما ربنا كرمني بالشناوي، والكابتن يوسف كان متابع مستوى الشناوي وشاف هو اتغير ازاي، والنادي الاهلي طلبه وانضم ليه. كان الكابتن يوسف قبلها بسنه ماسك الشرطه العراقي، ورجع هنا مصر، ورجع تاني حبوا يتعاقدوا معاه تاني ويجيب الكادر كله من مصر. فاتصل بيا وقال لي يا ماما انا عايزك معايا في الشرطه. فطبعا انا قلت له انا هكون سعيد جدا، واعتذرت لاداره بتروجيت. وسافرنا رحنا العراق، فلما رحنا كان في هناك موجود نور صبري، وكان في احمد باسل، وكان في ولد اسمه محمد عباس. تمام. احمد باسل كان رقم اربعه بالنسبه للكابتن محمد يوسف. فلما كنا بنقعد في الفندق، كنا قاعدين في فندق الاوض بتاعتنا جنب بعض، نقعد ندردش، كنت اقول له كابتن يوسف الواد ده جون جامد جدا. قال لي يا عم امام احنا جايين عشان ننجح، مش جايين عشان خاطر تقول جون جامد ونجرب ونعمل. قلت له انا شايف كده. انا شايف يا كابتن والله العظيم الولد ده هنحتاجه وهيبقى جامد جدا. واشتغلت انا والولد وعليت الطموح بتاعه. مهم جدا انك تعلي سقف الطموح للحارس بتاعك، بس تبقى انت عارف القماشه اللي بتتكلم معاها. فعليت له سقف الطموح، واشتغلنا برضه صبح وظهر وليل وجيم وما اعرفش ايه وكوره ونشتغل والتمركزات. حارس المرمى عايز تديله كتير. تعلمه تحرك ازاي، يقف فين، يتكلم ازاي، التحرك والتمركز والتعامل والتحدث. فاهم ازاي ياخد قرار، وازاي يبص على الكوره، وازاي يشاهد، وازاي ياخد قرار، وازاي يستنتج. الكلام ده كله بتاع مدرب. والمدرب الشاطر اللي هو بيبقى بيدرس ويعرف ينجح ولاده. اكيد. فاشتغلت مع الولد ده وربنا كرمنا ولعبنا بيه، وجاب لنا 16 بونت تقريبا. وبعدها راح رايح منتخب الشباب بتاع العراق. ودلوقتي هو خد احسن حارس في اسيا في البطوله اللي كانت معموله بتاعت البطوله بتاعت اسيا اللي اتعملت في الدوحه. الشرطه كان ضمنها، بطوله الانديه بتاعت الخليج. لا بطوله انديه.
دوري الابطال ايوه فهو خد احسن حارس فيها بيرسل. هل في ظهور قريب او عوده قريبه نشوفك في الدوري المصري بعد تجربه الجونه الاخيره بتاعت الموسم اللي فات؟ والله انا نجحت في الجونه الحمد لله. انا نجحت بفضل الله سبحانه وتعالى في الجونه مع الغرباوي ومع عمر ومع هيثم، نجحت وكنت سايب بصمه كويسه جدا هناك، ما كانش فيه اي مشاكل، وخلصنا انا والكابتن حماده وما كانش فيه نصيب ان احنا نكمل تاني هناك. بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يوفقني ويكون ليا رزق ان شاء الله في نادي يكون انجح فيه باذن الله تعالى. ربنا يوفقك باذن الله. سلام يا ربنا يخليك. انا انبسطت جدا بوجودك معايا النهارده حبيبي. انا سعيد جدا ان انا كنت معاك وبتمنى لك النجاح فوق نجاحك. شكرا. لان انت انسان تستاهل النجاح. شكرا لحضرتك وشرف كبير ليا وجودك معايا. اسم كبير وشخص عظيم. ربنا يعزك. شكرا لحضرتك. خيرك. شكرا جزيلا حبيبي. ربنا يخليك. شكرا ليك. ربنا يخليك. نورنا الكابتن امام عبد العال. هينورنا بعد الفاصل الكابتن عصام عبد المنعم الناقد الرياضي الكبير ورئيس اتحاد الكره المصري الاسبق. مع حلول الساعه 12 الا دقيقه كان ارسنال بيعلن انضمام توماس بارتي بدفع الشرط الجزائي لنادي اتلتيكو مدريد في الوقت اللي انتقل توريرا من ارسنال اعاره الى اتلتيكو مدريد. توماس بارتي لاعب المنتخب الغاني هيزاحم النني الفتره اللي جايه، لاعب قوي جدا، ف إضافة كبيرة جدا للجانرز في وقت انتهت موسم الانتقالات الصيفية هناك. فنشوف بعد شوية إيه أهم التفاصيل. لكن النهاردة في الممتاز به فوز مهم جدا وتحويل تأخر من سيراميكا أمام النجوم بهدف إلى فوز قاتل في الثواني الأخيرة ليبقى على الصدارة قبل جولتين من نهاية الممتاز به. نشوف وبعد الفاصل نتواصل. ربنا اكرمنا النهارده 3 بونت مهمين جدا، مكسب مهم جدا، كل الفضل يرجع لربنا بفضل الله تعالى. نورزنا 3 بونت مهمين جدا النهارده. اللعيبه النهارده كانوا رجاله على مستوى المسؤوليه بشكل كبير جدا، اظهروا يعني شخصيه بطل من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه. حتى قبل ما يخش فينا الجول احنا كنا مسيطرين على الملعب بشكل كامل. فاول او ضربه حره غير مباشره على حدود 18 داخل الجول في كونتر اتاك ما لهاش اي معنى خالص. في الوقت اللي احنا كنا مسيطرين على الملعب بالكامل، احنا تقريبا في التوقيت دوت لغايه ما جابوا هم الجول الاولاني هم تقريبا ما يعني ما وصلوش البوكس عندنا خالص الا الكره دي كانت كده نتيجتها كانت جول. دخلت لهم بين الشوطين الاولاد لان هم حاولوا يعوضوا بنهايه الشوط الاولاني بس ما كناش موفقين فيها الحمد لله. لكن دخلت بين الشوطين كلمتهم ان هم لازم يهدوا وان هم افضل في طول اوقات المباراه وان هم كانوا بيأدوا بشراسه، لازم نحافظ على الشراسه اللي احنا كنا شغالين بيها من اول دقيقه وان ما نديش فرصه للخصم انه يخش معانا في الجيم خالص بغض النظر عن النتيجه اذا كانوا هم متقدمين او مش متقدمين او احنا متعادلين او احنا متقدمين حتى بغض النظر عن القصه دي. انا كنت كان يهمني ان هم يحافظوا على الشراسه بتاعتهم لغايه اخر دقيقه. حتى قلت لهم يعني احنا ممكن نجيب جول في الدقيقه 90 ونرجع للجيم تاني في الوقت اللي بدل الضايعه تجيب جول وتكسب الماتش. قلت لهم احنا داخلين خارجين من اوضه اللبس وداخلين على الملعب يعني. فالحمد لله الاولاد كانوا على قدر المسؤوليه بشكل كبير جدا وقدروا يحافظوا على يعني انفعالاتهم في الشوط الثاني وقدروا يسيطروا على الملعب خلال 45 دقيقه على الرغم من الضغوط بدات تعلى جدا خلال الشوط الثاني. لكن الحمد لله ربنا اكرمنا بجول دابو وبعد كده جول الاخير بتاع غنيم. الحمد لله ربنا اكرمنا بفضل الله تعالى. اهلا بحضراتكم مره تانية في يوم حراس المرمى. معانا النهارده نجم حراسه مرمى النادي الاهلي السابق والناقد الرياضي الكبير ورئيس اتحاد الكره المصري الاسبق الكابتن عصام عبد المنعم. منورنا كابتن عصام. الله يخليك. اخبارك ايه يا كابتن؟ الحمد لله هاني. كله بخير؟ كله بخير الحمد لله. بقالنا كتير ما تقابلناش. كورونا بقى حيشانا. ربنا يا رب يحفظك ويحفظنا جميعا باذن الله. طيب انا معايا قصص كتيره جدا عايز اتكلم مع حضرتك فيها وارائك المختلفه. لكن بس بدايه بالكلام عن حراس المرمى يعني، فمحمد الشناوي بعكس ما تنتشر بعض الاخبار عن قلق من عدم او من احتماليه عدم لحاقه بمباراه الوداد، فاللاعب بحسب ما نقل الينا من شويه هو المزق اللي يعني مساحته ملي في ملي. الموضوع مش مقلق ومش هيغيب خالص عن ماتش الوداد، لكن هو صعب يلعب مباريات قبل الوداد لخطوره ان الازمه او الاصابه تتفاقم. لكن هو مفيش قلق انه يبقى على مباراه الوداد في النص الثاني من شهر 10 في قلق. كابتن عصام بدايه هبدا معاك من النقطه دي. اصابه كانت قلقت الناس امبارح طبعا فيما يخص شد العضله الضامه لمحمد الشناوي، شايف انه ده
مقلق فعلا ولا حتى اذا غاب فما فيش قلق؟ لا طبعا اذا غاب في قلق، لانه احنا بنقول دايما ان الحارس الجيد نص قوه الفريق. النادي الاهلي البطوله المحليه بالنسبه له محسومه. فوارد انه يعني يغيب عن البطوله المحليه في بقيه مبارياتها، لكن البطوله القاريه البطوله الافريقيه احنا محتاجين الشناوي فيها جدا. وانا اعتقد انه الحاله مطمئنه، يعني على حسب التقارير اللي الواحد بيتابعها الحاله مطمئنه، وهو يعني يستطيع ان يتدارك الجزء الخاص ب الغياب لانه طبعا عنده خبرات متراكمه وعنده يعني الناحيه اللي بتعوض النقص البدني ده الطارئ بالخبره، والناحيه الفنيه يعني التحرك تحت ثلاث خشبات، توقيت الخروج من المرمى، خطوات الارتقاء في الكرات العاليه، يعني كل هذه الامور الفنيه وبيعملها دلوقتي زي بالظبط ما يعني بتعلم ببساطة. زي ما بتتعلم العجل، اول بتتعلم العجل بتقعد تقع، لكن بعد كده بتركب العجل بشكل عادي، بتسيب ايديك يعني. بتسيب ايديك. فهو يعني عنده هذه الخبرات المتراكمه، ويعني احنا محتاجينه في مصر وفي النادي الاهلي. النهارده اعلنت من شويه خبر هيعلن بشكل رسمي بعد شويه من لجنه الانضباط، ايقاف فرجاني ساسي 6 مباريات بسبب ما بدر منه في مباراه المصري البورسعيدي. هل هي عقوبه مناسبه 6 مباريات ولا شايف ايه رايك؟ والله احنا اتعلمنا وعايزين نعلم برضو الاجيال انه لا تعليق على احكام القضاء. تمام. واذا اصدرت جهه ما منوط بها ان هي تتخذ هذه القرارات وفق لوائح ووفق حسابات موضوعية واتخذت هذا القرار، لابد كلنا نساند هذا القرار، فما بنقولش القرار ده زيادة ولا ناقص. القرار مناسب للخطأ ايا كان هو ايه القرار، بما ان في جهة اصدرت احكامها دي اجابة حضرتك طبعا. يعني ما الجهة دي عندها الميزان اللي بتقيس بيه حجم العقوبة وايه السوابق اللي قبل كده، وبعدين بتشوف دايما بنشوف برضو هل الشخص ده معتاد على الخطأ. تمام. الخطأ ده متكرر منه ولا دي أول مرة بيغلط فيها، وهل نتيجة أنه تحت ضغط عصبي مثلا ارتكب الخطأ. كل هذه الأمور بيتم مناقشتها داخل اللجنة اللي بتاخد. ليه ما سبتش القرار يصدر وبعد كده نناقشه؟ ليه كان أحكمت حكمك أو أصدرت حكمك حضرتك على فرجاني ساسي بعد الواقعة مباشرة؟ الحدث نفسه أغضبك؟ ما أعرفش، يمكن تسرعت. ممكن أكون تسرعت أو كنت منفعل بأسلوب ارتكاب الخطأ. ما كانش عفوي. كان في يعني نوع من التعمد، فيعني ده كان رد فعلي، ويعني كان رد فعل يعني يمكن رجعته بعد كده. حسيت انه كان مبالغ فيه؟ كان مبالغ فيه. حسيت مبالغ فيه. مبالغ اللي هو فكره انه سحب الاقامه مثلا، وانه لاعب غير مصري ما ينفعش يعمل كده في اتجاه حكم مصري. لا يعني هو حته لاعب غير مصري دي طبعا كلنا عرب ومفيش حد اجنبي يعني. انما يعني انا نفسي كنت بلعب في ليبيا في اهلي بنغازي، وكنت بلعب في نادي له شعبيه يعني اهلي بنغازي جدا، الشعبيه الاولى في بنغازي. انما كنت ببقى حساس جدا مع اللاعبين المواطنين. تمام. لانه مهما كان برضو حس ان انا ضيف، ومش عايز ابقى ضيف تقيل. عايز ابقى ضيف خفيف، ويعني ما حدش ما افتحش باب لهذه العنصريه يعني. فانا كنت حساس جدا في الناحيه دي يعني. وبالتالي بتصف رد فعلك ده تجاه فرجاني انه كان في نوع من العنصريه؟ لا ما كانش عنصريه. انا ما يعني ما يعني انا ما يعني زي بالظبط يعني ما هو اصله العرب كلهم اخوه يعني، مش ما فيش عنصريه، ما فيش مش واحد مثلا العنصريه تبقى مثلا واحد ابيض في لون في دين في جنس. عرق في كلام من ده، انما دول كلهم عرب يعني. فحته يعني العنصريه من اللي من اللي من اللي من اللي اللي وصف القرار ده بالعنصريه هو العنصري. يعني الناقد اللي نقد النقد للموضوع ده هو العنصري.
اللي نقد رد فعلك هو اللي عنصري؟ ما طبعا. ممكن تفسر؟ هو اللي اخترق، هو اللي أوجد الكلمة دي، هو اللي أوجد المعنى ده اللي هو ما كانش موجود بالمرة. أنا بتكلم على لاعب زيه زي أي واحد، كأنه مصري أو عربي موجود، يعني ما هوش غريب. فيعني إنما اللي وصف النقد ده بالعنصرية هو اللي دماغه كده بقى يعني. فيعني أنا ما، لكن لو كان مصري اللي ارتكب القصة دي بنفس أحداثها اللي برضو فيها انفعال زائد بل وعدم عفوية، كان هيبقى ده رد فعلك برضو ولا كان هيبقى الموضوع مختلف بما إنه مصري؟ لا طبعا، نفس الرد الفعل. مفيش، ما هو أصل دلوقتي كمان كرة القدم بتتفرج على أي فرقة في أي حتة في الدنيا، كمية الجنسيات اللي موجودة اللي بتلعب في بلد تانية، يعني هنقول له ده بقى أصله ده يعني جنسيته كذا وده جنسيته كذا في الدوري الإنجليزي مثلا، شوف كمية الجنسيات اللي موجودة. محدش بيتكلم على الجنسية، بيتكلم على اللاعب كلاعب، كسلوك رياضي، كيف يجب أن يكون هذا السلوك الرياضي مع المنافسين ومع الزملاء وهكذا. يعني مسألة يعني هي أنا آسف أقول بس العنصرية دي من اللي انتقد؟ من اللي انتقد. هجوم شديد تعرضت ليه حضرتك بعد التصريح ده اللي بتقول اللي بتقول إنك يعني حسيت إنه مبالغ فيه وإنك بتتراجع عنه. الهجوم ده ما بقاش بس جماهيري بل وصل لحد بعض النجوم السابقين زي مثلا أحمد حسام ميدو، زي جمال حمزة، والاتنين من لاعبي الزمالك السابقين. إيه ردك على كلامهم؟ لا أرد عليه. هم قالوا انه ده تصريح ما ينفعش يطلع من شخص بيطلع في التلفزيون. يعني مش فاهم يعني ايه بيطلع في التلفزيون، لكن على اي حال يعني انه بيأثر في الرأي العام يعني. يعني هو ده وجهة نظرهم، ما عنديش مشكلة انه كل حد يقول وجهة نظره، ومش فارقة معايا يعني كلامهم، يعني كلامهم ما يفرقش معايا، لان هم مش اشخاص يعني يعني اكثر خبره او اكثر درايه او بتاع. هم بيتكلموا من منطلق زملكاويتهم يعني، ومن حقهم زي ما اي واحد اهلاوي يتكلم من منطلق اهلاويته يعني. ممتاز. هل اهلاويتك هي السبب وراء الانفعال المبالغ فيه تجاه فرجاني ساسي لاعب الزمالك؟ ده اصله اهلاويتي دي موجوده على مدى اكثر من 30 سنه، 35 سنه بشتغل في النقد الرياضي. ايوه، ظهرت النهارده بس يعني، ما انا يعني يعني كل المده دي بكتب وبتحدث وبطلع في برامج، ما كانش فيه هذا النقد، او من النقد من الناحيه دي انك تاخدها من اهلي لزمالك. اهلي زمالك ما كانش فيه حد بيوجه هذا النقد ابدا يعني، اول مره بسمعه يعني. البعض كان تساءل مثلا جوزيه لما كان في مصر وهو اجنبي كان عمل عده وقائع الناس ساعتها انتقدتها، زي مثلا تعامل مع الصحفيين لما قبل كده اتكلم بطريقه سيئه، فعل لما قلع الجاكيت بتاعه امام الكاميرات، فالناس تساءلت. فمعايا الشخص نفسه اللي الناس وجهت له السؤال، الكابتن عصام عبد المنعم كناقد رياضي وقتها، هل انتقدت جوزيه على هذا التصرف؟ انا حاسس ان انا بتحاكم يعني، بس انا يعني مش جاي عشان اتحاكم يعني خالص. يعني ده مش انترفيو يعني، على اي الحالات يعني بالعكس. لا ده لا انترفيو. لا لا ده 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 انت عمال توجه اتهامات على طول يعني، تساؤلات مش اتهامات اطلاق. على اي الحالات يعني كل واحد اخطا، وانا كنت ماسك قلم او ميكروفون انتقدته بصرف النظر عن لون الفانيلا بتاعته ومانويل جوزيه اولهم يعني. انتقدته طبعا، وبقسوه. النادي الاهلي وتعاقده مع بيتسو موسيماني كمدير فني للفريق خلفا لفايلر، هل شايف انه دي الخطوه الانسب بالنظر للمحطات القريبه اللي جايه بالنسبه للاهلي، مع الوضع في الاعتبار انه تعاقد معاه لمده سنتين؟ والله انا يعني النادي الاهلي لما بيتعاقد مع مدرب ما بيبقاش قرار فردي، في عنده لجنه كوره وعنده ناس خبراء في من اولاد النادي بيستعرضوا السيفيهات بتاعه المدربين المرشحين، ومين منهم اللي يناسب على حسب الاسلوب بتاعه في الاداره الفنيه، اللي يناسب لعيبه الاهلي وفرقه النادي الاهلي وطموحات النادي الاهلي والمنافسات اللي بيشارك فيها النادي الاهلي على الصعيد المحلي وايضا على الصعيد الافريقي، لان النادي الاهلي مهتم بالمنافسه الافريقيه. وبالتالي بيختار المدرب من بين اكتر من مدرب مرشح، بيختار على هذا الاساس. ايه الصعوبات اللي ممكن تكون بتواجه بيتسو موسيماني وهو على بعد اقل من نص شهر عن مواجهه مرتقبه والناس مستنياها زي الوداد؟ التعرف على امكانيات اللاعبين،
والتعرف على امكانيات يعني مين الاساسي ومين البديل والتعرف على رؤيته الخططيه مين اللي يقدر ينفذها من اللاعبين، لانه بيجي مدرب عنده رؤيه خططيه. أيوه. يبقى اللعيبه الاساسيين بتوعه قد يختلفوا شويه عن الاساسيين بتوع مدرب تاني. صح. اللي بيطبقوا اللي في تفكيره يعني. فهي دي الفتره دي اعتقد انها يعني هي دي اللي هتفصل في نجاحه على الصعيد الافريقي يعني. الوقت فكره انه ازاي يترجم افكاره في وقت قصير زي ده. هو يعني هو الميزه بس ان هو عن اي مدرب اوروبي. ايوه. ان هو عارف الفرق الثانيه. متمرس في افريقيا وكان بيلعب في نفس البطوله دي اللي بالزبط. كان بيلعب بيدرب فيها. هو عارف المنافسين. فيعني انما المدرب الاجنبي لا عارف الفرقه اللي هو هيمسكها ولا عارف المنافسين بشكل جيد يعني. فهو عنده هذه الميزه يعني. اعتقد ان ده برضو كان احد اسباب اختيار مجلس اداره النادي الاهلي لمدرب افريقيا. موقف مشابه شويه للي حصل للاهلي برحيل مدرب قبل فتره قصيره من نصف النهائي، حصل للزمالك ومشي كارتيرون وجاب الزمالك باتشيكو ولعب حتى ماتشين، ماتش المصري والنهارده بيلعب ماتش في الكاس وبيكسبه قدام سموحه. شايف ازاي برضو المسيره دي بالنظر لانه مدرب مسك الزمالك لكن من حوالي 5 سنين؟ هو باتشيكو الحقيقه مدرب كويس. مدرب كويس و بيعرف يغير التكتيك بتاع الفرقه اثناء اللعب من خلال تغيير لاعب او حتى من غير ما يغير لاعب. فبيقدر يعني هو بس طبعا محتاج انه مساله انه الفينش يعني النادي الزمالك بيبقى بيسيطر كتير ان هو مساله التهديف اعتقد ان هو هيشتغل عليها بشكل اكتر في الفتره اللي جايه يعني. وعنده لعيبه كويسه جدا انما وبيخلقوا مواقف انما يعني مساله انهاء الهجمه هو هيشتغل عليها. هو يعني واضح من شغله ومن تغييراته انه اختيار جيد يعني. البعض اتكلم على انه اسلوب الادارتين في التعامل مع التعاقدات ممكن يكون هو السبب في ان كارتيرون مشي بشرط جزائي قبل ماتشات مهمه زي دي، فالشرط الجزائي ما كانش كبير، والناحيه الثانيه بند اللي هو 1-10-10-10 بتاع فايلر هو اللي خلاه يمشي في الوقت ده، فالناس بتنادي بتغيير الطريقه، ولا شايف انه التعامل كان سليم وانه لا يسال مجلس اداره الاهلي او الزمالك في القصه دي؟ يعني انا اميل ان هم ما يسالوش. ايوه. ما يسالوش ليه؟ لانه المدرب لو عايز يمشي هيمشي. الشرط الجزائي ده مش شغلته، شغله اللي عايزه. اللي عايزه النادي اللي عايزه هيدفع له الشرط الجزائي. فهو اللي عايز يمشي هيمشي. فدي مش مشكله الاهلي ولا الزمالك يعني. ما فيش حد هيقعد غصب عنه عشان الشرط الجزائي كتير. الشرط الجزائي هيدفع في كل الاحوال. بكل تاكيد. ماتش اهلي وزمالك نهائي لو اجتمعوا مع بعض هيبقى في مصر مباراه واحده بس، لكن لو اهلي ورجاء او زمالك ووداد هيبقى ذهاب او هيبقى في ملعب واحد من الاثنين يعني. تتمناها اهلي وزمالك نهائي ولا الافضل اهلي ورجاء مثلا بس بسالك كاهلاوي، او زمالك ووداد بسالك كمصري بشكل عام؟ يعني يكون طرف واحد مصري والمصري ياخدها ولا الطرفين مصريين؟ الاضمن ايه؟ الاضمن الطرفين مصريين. بالظبط كده. يعني انا اتمنى ان الاثنين يوصلوا للنهائي واللي يكسب يكسب. في النهايه الكاس جوه مصر. يعني انا كمصري مصر خدتها. مصر خدتها. انا كراجل بتاع كوره وبنتمي لل حاجه بتزودني انا كراجل يعني مختص بهذه اللعبه، فاتمنى ان النهائي طبعا يكون اهلي وزمالك واللي يكسب يكسب، الاحسن يكسب. الاحسن يكسب بس اهلاوي اكيد تتمناها للاهلي. طبعا اتمناها للاهلي. بس الزمالك كسب اقول له مبروك. طيب نطلع لفاصل. اتفضل. عايز اقول لكم انه من شويه لوهابر الفرنسي اعلن انتقال خالد بوطيب لاعب الزمالك السابق في صفقه انتقال حر ولم يعلن عن تفاصيل الصفقه، لكن تعالوا نشوف اهم ما جاءت من صفقات تمت النهارده في اليوم الاخير قبل انتهاء موسم الانتقالات الصيفي اللي خلص من 50 دقيقه تقريبا. المدافع بن جودفري انتقل من نورويتش سيتي الى ايفرتون مقابل 27.5 مليون يورو. المدافع كريس سمولينج من مانشستر يونايتد الى روما خلاص بقت صفقه كامله ب 15 مليون يورو مش اعاره. الجناح الايسر جيرارد دولفيو من واتفورد الى اودينيزي الايطالي على سبيل الاعاره. الجناح الايمن خوسيه كايخون من نابولي الى فيورنتينا في ايطاليا لسه لكن في صفقه انتقال حر. الجناح الايمن رشيد غزال من ليستر سيتي الى بشكتاش على سبيل الاعاره. الظهير الايسر اليكس تيليس من بورتو الى مانشستر
يونايتد مقابل 15 مليون يورو. النهارده برضو باكايوكو من تشيلسي الى نابولي لسه برضو اعاره مقابل 2 مليون يورو. الظهير الايمن سار بوناسار من مارسيليا الى بايرن ميونخ، وبايرن برضو عملوا كذا صفقه، ضموا تشوبو موتينج من باريس سان جيرمان الى ميونخ الكاميروني الجنسيه مهاجما صريحا في انتقال حر، وبرضو دوغلاس كوستا من يوفنتوس الى بايرن لكن اعاره، وهو كان لاعب في الفريق ده من حوالي 5 سنين او 4 سنين. الجناح الايسر كلويفرت من روما الى لايبزيج، ولاعب الوسط جاندوزي اخيرا مشي من ارسنال بعد ما كان كل شويه بيقولوا له خد كذا ومعاهم جاندوزي، انتقل الى هيرتا برلين اخيرا لقى فريق ينضم اليه. لاعب الوسط دافي كلاسن من بيردر بريمن الى اياكس مقابل 11 مليون يورو. الجناح الايسر اسامه ادريسي من الكامار الى اشبيليه، وبالتالي ده المغربي الرابع في صفوف الفريق الاسباني المخضرم. واخيرا بيريرا من بورتو الى باريس على سبيل الاعاره مقابل 4 مليون يورو. بعد الفاصل مكملين مع الكابتن عصام عبد المنعم الناقد الرياضي الكبير ورئيس اتحاد الكره المصري الاسبق، خليكم معنا. اهلا بحضراتكم مره تانية في الماتش لسه منورني الكابتن عصام عبد المنعم، منور الدنيا يا كابتن عصام. اهلا بيك. عارف ان احنا مسهرينك جدا لكن مبسوطين انك معانا. بس انا مصحصح خلي بالك. 100 100. كابتن عصام، اتحاد الكره واللجنه الخماسيه، بسالك بقى على الناحيه الاداريه، بسال كابتن عصام الاداري ازاي شايف اللجنه الخماسيه على مستوى اداره الكره خلال السنه اللي ممتده يمكن معانا لحد شهر 11؟ والله مهمتهم صعبه جدا. يعني انا مشفق عليهم من ظروف استثنائيه كثيره جدا لازم يتعاملوا معاها، ويعني ربنا يكون في عونهم، وما يعني ما عندهمش السبورت اللي موجود للاتحاد منتخب بلجانه اللي هي يعني بتضم العناصر اللي هي تقدر تجهز للقرار وكده. فهم عاملين شغل كويس الحقيقه، عاملين شغل كويس قوي في ضوء الظروف الصعبه اللي هم بيشتغلوا فيها. هل في اي سلبيات شفتها في عملهم على مستوى اللائحه، على مستوى الدعوه للانتخابات او الفتره اللي جايه، على مستوى حتى التعامل اليومي مع المسابقات واعتراضات الانديه احيانا؟ لا، اعتراضات الانديه دي ما اعتقدش ان هم عندهم يعني عليهم اعتراضات كثيره، انما هي المساله الخاصه بالانتخابات والكلام ده، دي للاسف احنا دلوقتي محطوطين في ايد الفيفا. يعني الفيفا هي اللي تقرر، هم مش اصحاب قرار فيها، فاي تاخير هم مش مسؤولين عنه. يعني الفار دخل الكره حول العالم بقاله 2 3 سنين، وفي مصر الموسم ده بينطلق يعني بخلاص بشكل منتظم. الكره ما قبل الفار احسن ولا ما بعد الفار؟ والله يعني كل زمن وله حلاوته. انما اذا اتكلمنا عن العداله، ايوه، يبقى الفار طبعا. يعني الفار بتقدر يعني ياما نتائج مباريات زمان لو كان في فار كانت اتغيرت، وبطولات ما كانتش حصلت. لكن الفار، في اكتر مباراه تفتكرها لو كان دخل فيها الفار كانت النتيجه هتتغير او بطوله غيرت اتجاهها؟ لا صعب دي، صعب صعب صعب. لكن كتيرة كتير كتير قوي، يعني على كل المستويات، يعني حتى في يعني في المباريات اللي هي بتحسم حاجة أهم من يعني الهبوط مثلا. يعني صح، نادي هيهبط لخصم تاني، فشيء يعني الحقيقة كان قاسي جدا. دلوقتي مع التطور يعني أقرب للعدالة. كان ليك تاريخ كبير على مستوى مجلس إدارة الاتحاد، سواء كعضو أو كنائب في التسعينيات ثم كرئيس في الألفينيات. بتكلم بقى على مرحلة 2004 كرئيس للاتحاد. هل كانت مرحلة صعبة أنك تأتي كمعين وتقود مسيرة الرياضة المصرية أو الكرة المصرية؟ كنت شايف إزاي الفترة دي؟ هو صعوبتها كانت في أنه يعني أي قرار بتاخده ما عندكش ظهير من الجمعية العمومية. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، احنا عندنا ميل لان احنا نقول فلان ده يعني كان في النادي الاهلي، يبقى قراراته لصالح الاهلي، لصالح الاهلي، وحتى لو هي مش صالح الاهلي كدبنا الناس هتصدقه.
يعني الكذب الناس هتصدقه ويقول لك اه ما هو عصام بقى لعب بيعمل عشان خاطر الاهلي وكده، مع ان كان معايا طبعا دايما باستمرار كان بيبقى التعيين متوازن. معايا طارق غنيم، كان يبقى معايا شخصيات محترمه جدا من نادي الزمالك ومن الانديه الاخرى، لكن نظره الشك دي موجوده دايما عند مشجعين وستبقى دائما. يعني بتتقال عليك لغايه النهارده، وبتتقال على مثلا استاذ عمرو الجنايني باعتباره زملكاوي من جانب الاهلاويه على الجانب الاخر، فهل دي ليها علاج ولا ستبقى؟ لا هي مالهاش علاج، هم اللي بيفكروا كده هم اللي عايزين يتعالجوا، لكن الشخص نفسه عايز يتعالج. يعني عمرو الجنايني عامل شغل ممتاز، ومحدش يقدر يقول انه بيميل لنادي الزمالك على الاطلاق يعني. فاللي بيقول عليه زملكاوي او بيحكم لنادي الزمالك برضه مغرض. ما ملتش للاهلي باي شكل من الاشكال وقت ما كنت رئيسا للاتحاد؟ وده مش اتهام، ده سؤال لمسؤول سابق. يعني ما دخلتش النادي الاهلي. نعم. يعني ما دخل اتحاد الكوره ملاصق للنادي الاهلي، بينهم سور. ما دخلتش من باب النادي الاهلي طول ما انا في الاتحاد، ما دخلتش جوه النادي الاهلي. بس ده مش مؤشر لشيء. ما مش مؤشر لشيء، انا بقول لك يعني كمسؤول بقى ما حصلش اي ميل في اي قرار لصالح الاهلي بيتي؟ والله الاهلي مش هيقف معايا قدام ربنا يوم القيامه. ونعم بالله. لما اخد قرار اظلم فيه نادي لمصلحه النادي الاهلي يعني محكوم برتكب ذنب يعني، وانا ما تربيتش على كده. وقتها امتنعت حضرتك عن الكتابه في الاهرام لمده سنه وقت التعيين علشان ترفض تضارب المصالح. دي كانت خطوه مش سهله ان الواحد يعملها باعتباره ناقد رياضي كبير. فازاي جالك القرار ده يا كابتن عصام؟ يعني شفت انه يعني اقفل كل حاجه اسمها باب سد الذرائع. فانا عايز يعني اقفل كل باب ممكن يتم التشكيك في 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 القرار فيا. ايوه. او حتى التشكيك في الراي اللي انا بقوله كصحفي. ايوه. لانه هيبقى برضه هيبقى يعتبر بيدعم نفسه او بيدافع عن نفسه. فيعني توقفت تماما عن الكتابه رغم ان دي يعني شغلتي واكل عيشي يعني. انما كنت عارف انها فتره مؤقته، ما كنتش يعني كان اتحاد مؤقت وتوقفت. والحمد لله يعني عدت على خير يعني، ما رفضونيش يعني. مجلس الاداره المعين اللي كنت بتقوده فعلا كان يعني في توازنات، ففي اهلي وفي زمالك. أيوة. وفي ممن هم غير منتمين للاهلي او للزمالك، باعتباره ان التعيين لازم يكون في التوازن الميكس ده بالظبط. اشهر قضايا الزملكاويه بيتكلموا عليها في وجود حضرتك هي قضيه ابراهيم سعيد وقضيه اسلام الشاطر. هل تسعفك الذاكره لتحديد ايه اللي حصل وقتها، وليه شايف انه الناس ممكن تكون بتظلم بالنظره وبتصدق بعد كده النظره اللي هم شايفينها؟ لا هما يعني القرار دايما في المجالس لازم الناس تعرف، فرصه ان احنا نعرف الناس سواء دلوقتي ولا زمان. القرار ما هو عمره ما يكون قرار فردي. ده في بورد. مجلس. في مجلس، والمجلس ده بيضم كل الانتماءات. وبعدين المجلس ما بياخدش قرار بدايه. المجلس بيتجهز له من خلال لجان متخصصه، لجان فنيه، لجان قانونيه، لجان مسابقات، وهكذا. كل هذه اللجان بتضع تصوراتها قدام المجلس، والمجلس بتطرح قدامه. وبعدين لما بنيجي ناخد القرار بالتصويت. يعني ممكن الجانب اللي فيه الرئيس ما يخسر. يخسر التصويت يعني. فدي ديمقراطيه القرار. يعني عملته المحكمه الرياضيه ساعتها، قعدت الموسم ده وبعد كده ما بقتش موجوده وقتها تاني. عملنا هي يعني هي ما كانش اسمها محكمه رياضيه، اسمها لجنه التظلمات. ايوه. اصطلاحا الناس سمتها المحكمه الرياضيه، انما كانت لبنه في ان احنا نبعد المشاكل الرياضيه والخلافات الرياضيه والقضايا الرياضيه عن القضاء العادي. تمام. ما يروحش بقى اللعيبه ولا المدربين يقفوا مع قضيه نفقه ولا قضيه واحد لص ولا كده يعني. فالقضاء الرياضي بينفصل، ده ترند كان عالمي. واحنا كنا يعني سباقين فيه، وحاليا طبعا احنا يعني وصلنا الى درجه جيده فيه. مظبوط. ما بيكونش في اي تدخلات من جانب المجلس في حكم او في قضاء في احكام المحكمه الرياضيه او لجنه التظلمات؟ لا، القضاء مستقل تماما. بما في قضاء الكروي، القضاء الكروي مستقل تماما، ولا تدخل ابدا. يعني اللجنه الاولمبيه، مجلس اداره اللجنه الاولمبيه
اللي هو يعني بتتبعه المحكمة الرياضية، اللي هي بتتبع، بس هي بتتبع أساسا الكاس. يعني هي تبعيتها المحكمة الرياضية الدولية. علشان كده درجات التقاضي فيها بتبقى محليا، ثم عايز تستأنف بتروح للدولية. مجلس الإدارة بتاع اللجنة الأولمبية لا علاقة له على الإطلاق، وأنا كنت عضو في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وقت إنشاء هذه المحكمة. في نفس السياق، إيقاف رئيس نادي الزمالك 4 سنوات وما وصف بالعزل بسبب أنه في دعوة لانتخابات على المنصب اللي وصفوه بالشاغر. شفت إزاي القرار ده؟ ما اقدرش اعلق على احكام القضاء، حكم قضائي ما اقدرش اعلق عليه. هل يضر القرار ده الزمالك على المدى القريب او البعيد؟ ما اعلقش على القرار، لكن أيوة. يضر الزمالك على أيوة. على تبعاته بقى. ايوه يضر الزمالك. يضر الزمالك طبعا. ازاي؟ في قياده. القياده دي يعني مش من فراغ، وليها هيبة وليها تأثير على مجريات الأمور. خلي بالك نادي الزمالك مش فرقة الكرة دي بس. مظبوط، نادي بألعاب ومنشآت واجتماعي ألعاب أولمبية كثيرة وفرق رياضية وناشئين ومدربين، ويعني مسألة. لكن برضو بقى أقول إنه دي مؤسسة. مؤسسة يعني غياب الرئيس لا يكسرها، ما يكسرش المؤسسة لكن يضرها، لكن يضرها في 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 هيبه هيبه المكان. يعني هيبه المكان بتبقى موجوده بتمنع ارتكاب الخطا. مش يرتكب الخطا وبعدين ابتدي ادور على ان انا اصلحه. أيوة. يعني كابتن عصام عبد المنعم الناقد الرياضي الكبير، نجم الاهلي السابق، نورتني وانبسطت جدا بالحوار مع حضرتك. اشكرك، انا سعيد بيك. شكرا لحضرتك. شكرا ليكم، نورتونا النهارده زي كل يوم في الماتش. بكره باذن الله حلقه جديده الساعه 11 على صدى البلد، فتحيات كل فريق العمل وتحياتي هاني حتفوت. الى اللقاء.